السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ معاكم شيماء سعيد. طبعا كل الناس بتسأل فين يا شيماء فيديوهات مفروشات السنة الجديدة وفين عروض السنة الجديدة. اهي يا جماعة استعدوا بقى، هتشوفوا النهاردة بإذن الله أجمل فيديو مفروشات هنبدأ بيه السنة الجديدة. بنصور النهاردة منين؟ زي ما انتم شايفين كده من عند أبو يوسف في شركة سيدار، وعروضه اللي دايما مكسرة الدنيا، والنهاردة في مفاجآت كتير جدا في طبعا زي الفيديو. ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله في توسعات جديدة في الشركة، وما شاء الله أبو يوسف هياخدنا جولة في الشركة كاملة نتفرج على الجديد وايه الاقسام اللي اتضافت للشركه وكل الحاجات الجديده اللي جت هنتفرج عليها. وانتوا عارفيني بقيت اقول لابو يوسف ده ايه يا ابو يوسف وده ايه، طب هات ده نشوفه، بقى يقول لي انتي قروبه وانا بقيت خايف منك. بس انتوا عارفيني بحب افرجكم دايما على كل حاجه جديده. اللطقم اللي احنا شايفينها مع بعض دي يا جماعه اطقم سراير معاها كوفرتات وسعرها حلو جدا، في منها اشكال كتير هنتفرج عليها. كمان في بطاطين جت جديده وابو يوسف هيفتحها لنا ونشوفها، تحفه جدا. بصوا عامله ازاي على الوجهين، وجه حفر ووجه فيه رسومات بسيطة كده، كل ألوانها موجودة. الدفايات اللي نازلة جديدة الثري دي طبعا دي العالمية الأصلية، بيوسف جايب منها أشكال كتير هنتفرج عليها مع بعض النهاردة. هنتفرج كمان بقى على أقسام أطقم السرير هناك، بسم الله ما شاء الله الأطقم السرير كتير جدا وكلها أحلى من بعض. أنا مش عارفة العرايس بقيت أقول لبيوسف لما ييجوا هيختاروا إزاي بين الحاجات الحلوة دي. ربنا يسعدكم كلكم وتجيبوا الحاجات دي كلها يا بنات وتهنوا بيها. أطقم السرير هناك بسم الله ما شاء الله تحف روعة جدا بجد زي ما أنتم شايفين كده. وطبعا لازم كمان ناخد جولة في قسم الفوط في شركة سيدار ونعرف ايه الفوط اللي جت جديدة، والبرانس والبشاكير والحاجات القمر دي كلها بسم الله ما شاء الله حاجات كتير جدا كلها تحفة، حاجات هاند ميد اهي يا بنات. كمان فوط الأطفال، حاجات الزينة اللي بتتحط زينة في الدولاب كده للعرايس موجودة وشكلها جميل قوي، هتعجبكم جدا ان شاء الله. والمفاجأة الكبيرة في الفيديو النهاردة في عرض جديد ان شاء الله ابو يوسف هيقدمه لنا بمناسبة السنة الجديدة، مفروشات العروسة كاملة بسعر مفاجأة. طبعا هنستعرض العرض زي ما انتم شايفين كده مع بعض في الفيديو، هتشوف كله ما شاء الله براندات عالية مش هتصدقوا سعره خالص يا جماعة. وهنعرف طبعا من ابو يوسف يا ترى العروض اللي كان مقدمها لنا السنة اللي فاتت مستمرة ولا ايه، هو هيرد بنفسه على كل يعني الاسئلة اللي انتوا بتسألوها. طبعا يا جماعة لازم شكر واجب لابو يوسف على العروض الحلوة اللي ميزنا بيها السنة اللي فاتت وكل الناس استفادت منها، وعلى عرض النهاردة اللي بنبدأ بيه السنة الجديدة اللي هيبهر الجميع. شكرا جدا يا ابو يوسف، ربنا يبارك فيك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك. كمان ابو يوسف حب النهاردة يشكر فريق العمل القائم على شركة سيدار، فعلا هم ونعم الفريق قائمين بعمل جيد جدا يا جماعه، تنظيم الشركه بشكل ممتاز، استقبال الناس احسن استقبال، ربنا يبارك فيهم ويجازيهم خير. كمان احنا ما المفاجآت زي ما قلت لكم كتير النهارده في الفيديو، في كمان مكان جديد ابو يوسف خده جديد في الشركه اول مره هنصور فيه النهارده، بسم الله ما شاء الله يا جماعه مليان حاجات كتير جدا هتعجبكم برضو ما شاء الله. تشكيله بقى الحفه سواء كبيره او اطفال، مفارش قطيفه، يعني ابو يوسف حب يوسع الشركه عشان تستوعب ما شاء الله كميه الناس اللي بتبقى موجوده سواء العرايس او التجار، يبقى الاختيار قدامكم يعني ما شاء الله كبير وتعرفوا تختاروا براحتكم كل اللي انتوا عايزينه. ابو يوسف بقى هيفتح اللحاف ده، هو بيقول هو عزيز على قلبه كده وبسم الله ما شاء الله فعلا لحاف حلو جدا. كمان في عروض هتطلع كده في الفيديو مش عايزاكم تفوتوها، زي المفرش ده يا جماعه، مفرش قطيفه العالميه الاصلي اللي موجود في علبه جلد، ده لسه نازل بقاله يومين وسعره 870 جنيه سعر حصري في شركه سيدار. كمان طقم المجد الاصلي، طقم سرير المجد الاصلي موجود بسعر 185 جنيه، مش هتلاقوا بالاسعار دي ابدا في اي مكان على ضمانتي، مش عايزاكم تفوتوا ولا دقيقه في الفيديو ده، فعلا فيديو يستاهل. كمان موجود في شركه سيدار بطاطين اسباني لسه نازله جديده تحفه يا جماعه، بصوا روعه جدا، حاجات قيمه اسباني بالمفرش القطيفه بتاعها وحاجات كده تايجر وجلد النمر، حاجات رهيبه. اهم حاجه بقى ما تنسوش توصلوا الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات وكمان تشاركوه مع اصحابكم عشان كل الناس تستفيد من الحاجات الحلوه دي. ويلا بينا نبدا الفيديو ده النهارده ونشوف معانا ايه النهارده في شركه سيدار في اول فيديو في السنه الجديده. ماشي يا جماعه، وجيت معاكم شركه سيدار عشان نكمل مسيرتنا في العروض اللي قدمناها مع ابو يوسف. طبعا زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو مكملين في السنه الجديده بعروض جديده والناس بتطلب عروضك يا ابو يوسف. ازيك يا ابو يوسف؟ ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله في نعمه والله. الحمد لله بخير والله. كل سنه وانت طيب. بمناسبه السنه الجديده عايزينها بقى بدايه خير كده ان شاء الله، ونشوف هنعمل ايه في العروض اللي حضرتك قدمتها والعروض الجديده. والله يا استاذه شيماء يعني ربنا يا رب يعدي الازمه اللي احنا فيها على خير، يا رب اللهم امين. العروض للناس قدمنا العروض عشان نقدر نخدم الناس فيها، اهلنا اللي في جميع المحافظات يعني. تمام تمام. فكان معانا عرض اللي هو ب 8 و100، والعرض ب 13 300، والعرض ب 16 700،
والعرض ابو 18900 الاخير بتاع وش السعد بتاع سيف ابني. ايوه ما شاء الله ربنا يبارك فيه. الناس كلها بتدعي له، وطبعا دعوات الناس دي تجع الرؤوس يعني. طبعا زائد ان شاء الله الناس برضو طلبت مننا اللي احنا نمد العروض برضو عشان خاطر الازمه مستمره معانا. ايوه طبعا. يا ابو يوسف هتعمل لنا ايه في العروض يعني؟ انا مش عايز اقول لحضرتك، ناس جات قسما بالله جات لنا لحد باب الشركه اللي وراني دوره في الجمعيه برضو في شهر 3. ايوه ناس بتبقى مظبطه اللي جالي وقال لي بعد اذنك مد العروض، والناس دي تكتب وتقول الكلام من ده، الناس سامعاني في الفيديو ده. أيوة بيوسف. تكتب وتقول. طبعا احنا قعدنا مع الاداره وشرحنا لهم الوضع، اللي احنا بنتصادم مع الناس وبنتكلم معاهم وكلام من ده، وشرحنا لهم الوضع. قالوا طب نمد العروض، طب في موديلات عندك من بعض العروض خلصت، يعني موديلات مثلا الطقم انت كنت حاطه مثلا قيمته 200 جنيه ده الموديل خلص، احنا الناس مصنعين اللي هو جوه اساسيات العرض، جوه اساسيات العرض. طيب هتعمل فيه الناس؟ الناس بتيجي بالفيديو انا عايز الموديل ده. طب الموديل طبعا يا جماعه العرض ابو 8 و100 هيستمر، بس الموديلات اللي فيه متغيره، بس موديلات جديده السنه الجديده. السنه الجديده. طيب يا جماعه، نفس الوقت طيب استاذه شيماء، يعني الموديلات جديده بنفس وبنفس قيمه السعر. طيب كويس. لحظه يا استاذه شيماء، اما جيت انا قلت العرض ابو 8 و100، اما جيت ذكرت الدفايه اللي كانت ب 305 خلصت، حطيت المجد اللي اعلى منها 325. فعلا يا ابو يوسف ما شاء الله. ورجعت تاني، رجعت حطيتها تاني في العرض. طيب كويس جدا. فطبعا احنا جميعا ان شاء الله مستمرين في جميع العروض بتاعنا للناس وطلبات الناس، واحنا مع الناس زي ما احنا ذكرنا يعني. تمام تمام يا يعني بيوسف. في ظل الناس اللي الله يكون يعني في عونهم، اذا كان اللي بيجهز او اللي بيتاجر عايز حاجه بسعر جمله او بسعر التكلفه عشان يقدر يوفرها للناس في بلده بسعر كويس. ايوه صح. فان شاء الله يا جماعه، وكمان يعني بدعواتكم بفضل ربنا الاول سبحانه وتعالى، وثم دعواتكم وثم وش السعد استاذه شيماء. الله يخليك يا ابو يوسف. انا مش يعني بامانه، انت عملت طفره للمحله تاما بجد، لان كله هقول لحضرتك حاجه، الناس بتوع التكاتك بيرزقوا ما شاء الله. تتخيلي بقى الناس اللي تجري في المجال وبتشتغل. أيوة والكلام من ده، الناس يا جماعه كان بتندبح في بلادهم. أيوة كان صح. الاسعار بتاخد 3 اضعاف مضاعفه. ايوه قالوا لي بنفسهم يا ابو. لا الناس بتيجي. ايوه قالوا لي قالوا لي. اما نيجي نوفر لهم ده، هم هيتعبوا شويه في السفر بس في استفاده. ايوه طبعا. في خامات محترمه في سعر. طبعا في استفاده كبيره لهم. فطبعا احنا نشكر ربنا سبحانه وتعالى شكرا جزيلا لله. والله يا رب يديم علينا يا نعمة. رب اللهم امين. ثم نشكر حضرتك، ثم نشكر الناس اللي شرفتنا واحنا مكملين معاهم بفضل الله في العروض دايما اللي هقول عليها الحقيقيه. أيوة حقيقية. ومستمرين في الموديلات، ونشرح لهم بعض التوسعات اللي احنا عملناها عندنا في الشركه. ايوه يا جماعه طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم برضو بفضلهم ودعواتهم وهنشرحها معاهم جميعا كده، ونشوفها ايه جميع الايه التوسعات اللي احنا عملناها باذن الله، والجديد اللي الشركه دايما مستمره فيه من موديلات، من خامات، من ماركات، من مصانع محترمه بنتعامل معاها. ويا جماعه انا عايز اضيف حاجه، انا المصانع اللي بتعامل معاها لو انا مش محترم الخامات دي والكلام، مش هدخلها عندي الشركه. ايوه صح. فطبعا هقوم مع حضرتك اهوت، هناخد جوله سريعه كده. طبعا الدفايه نص بطانيه اللي احنا ذكرناها، اللي الناس كلها بتعززها عشان احنا في فتره الشتاء والكلام من ده، اللي هي الزبديه نص بطانيه دي يا جماعه برضه مزاد مستمره معانا نفس السعر، مع ان زادت ب 160 جنيه. ماشي 160. الثلاث قطع ديت ب 250. طب يا ابو يوسف قبل ما نبدا معاهم كده عرض الشركه، عايزين نقول العروض برضه اللي احنا كنا مقدمينها، لو حد اول مره يشوفنا نقول لهم العروض كنا مقدمينها بكام وبكام، وايه اللي هيفضل مستمر. جميع العروض يا استاذه شيماء ابتداء على طلب الناس كلها. طيب كويس. احنا مش قلنا مع الناس، ونكمل بفضل الله مع الناس. تمام يا ابو يوسف. تمام. احنا كنا بنقول مثلا يا جماعه خلاص دي ظروف، الظروف زي ما مستمره صح، والازمه مستمره. ايوه يا رب يعافي بلادنا وبلاد المسلمين جميعا، ويرحم اموات المسلمين، ويحفظ جميع المرضى ويشفيهم يا رب من الازمه اللي احنا مستمرين فيها، اللي ممكن تطول اي حد، اللي اقرب من اي حد. ربنا يعدينا منها على خير، ويا رب يعني يعافي الامه كلها، ويرد لنا الحرم تاني لنا يعني رب. ان شاء الله انا جالي خبر يعني حلو، ممكن الثلاث القادم ان شاء الله اكون في مكه. طب يا اعمل عمره باذن الله طبعا عشان اجدد الاقامه ما شاء الله يا ابو يوسف. يعني ان شاء الله باذن الله. الخبر ده انا كنت مخبيه، لا احنا لازم نعرف المشاهدين. أيوة بتاعنا صح. يمكن دعواتهم وكلام دعواتهم ليك يا ابو يوسف، كانوا بيدعوا لك على المولود الجديد سيف. ربنا يجعل الدعوات دي من نصيب، ودعواتهم ان شاء الله باذن الله بتوصل. والله يا جماعه ربنا يحفظ لنا اولادنا ما شاء الله يا ابو يوسف، جميع المسلمين يا رب. ماشي يا جماعه، طبعا نبدا نشرح سريعا عشان ما نطولش على الناس. ماشي يا جماعه. دي جماعه الدفايات، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. 185 185 يا جماعه. دفايات جديده برضو ب 195 195 دي جديده. الماركات دي سامحوني فيها، هي زادت 10 جنيه، كانت ب 195 هتبقى ب 205. طيب اللي هي الماركات، اللي هي الماركات دي زادت 10 جنيه. 10 جنيه احنا كنا عارضينها في عرض اللي كان 18900. ماشي تمام. كميات بقى يا جماعه كتير برضو، دي ثلاث قطع، دي حاجات محترمه قوي.
الدفايه دي يعني طبعا ليها الوانتها قيمه جدا. لا طبعا يا استاذه شيماء، انا لو مش مرضي على المنتج مش هدخله الشركه. ما شاء الله يا ابو يوسف، انا بحط نفسي مكان التاجر ومكان الاهالي اللي بتجيب. دي شنطه كده يا ابو يوسف، شنطه ثلاث قطع او الوانات كتير. ماشي تمام، يعني دي كل حاجه منها الحمد لله خير ربنا موجود زي ما انا ذكرت، ويا رب يدوم النعمه علينا. في طبعا ده الدفايه دي ثلاث قطع، وفي منها قطعه واحده اللي هي البي بي دي. ماشي ثلاث قطع زودنا دي الدفايه التركي برضه. تمام، جميله تحفه دي يا جماعه بالوانها كلها، زائد الدفايه السنفيلا اللي مكسره الدنيا. بسم الله ما شاء الله. دي بيبقوا اتنين يا ابو يوسف، اتنين مقاس كبير، اتنين مقاس كبير، اتنين في واحد يعني في واحد. دفاية. ودي أيوة. سعرها ممتاز جدا ب 380. انا بقول الاسعار يا جماعه طيب. عشان التجار بتقول لك يعني ليه يا استاذ ابو يوسف ما تقولش اسعار؟ الاسعار 380. 380 يا جماعه. دفايه المجد الاطفال دي برده معانا وذكرناها قبل كده، الدفايه المضيئه اللي هي العالميه. هنبدا يا استاذه شيماء دلوقتي في التوسعه اللي احنا عملناه. طبعا كان هنا قسم البطاطين وصورنا فيه. ايوه ايوه صح، كان هنا البطاطين واللي الحفه، كان بطاطين واللي الحفه، كان هنا كان هنا مخزن الحفه. ما شاء الله ما شاء الله، طبعا لمينا قسم الاطفال كله. ما شاء الله اللهم صل على النبي. ده في تجديدات يا ابو يوسف، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، عشان الشركه ساعات بيتزحم عندنا هنا ناس، فعملنا الحمد لله توسعت لهم عشان ما يبقاش في زحام في المكان. طيب والكلام كويس جدا يا جماعه. طبعا يا استاذه شيماء ما شاء الله اوريكم ايه ولا ايه. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. الله 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 يا ابو يوسف. طبعا ده طقم اطفال طبعا. الله ده حلو قوي ده يا ابو يوسف، ده ليه حاجه محترمه قوي جدا ما شاء الله. شوفوا يا جماعه اتفرجوا كده، طبعا كل الحاجات دي ما شاء الله باين انها بشوكها. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني اللي بياخد شقه النهارده وبفرشه جديده هيدخل فيها حاجات مثلا عفش قديم؟ لا لا لا، بيدخل منتجات جديده وبيدخل حاجات جديده بتنور المكان، وفي نفس الوقت للجمهور بتاعنا. خيمات العمليه هي يا جماعه شوفوا الجمال. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله، يعني بعد ما الفيديوهات بتنزل انتوا ما تعرفوش الكومنتات، انتوا اكيد بتكتبوا منهم كومنتاتكم. الطقم ده حضرتك برده ما شاء الله، ده جميل جدا قوي قوي. ده يا ابو يوسف ده حاجه من الحاجات المحترمه، مطرزات بيت، حاجه كويسه جدا. مطرزات بيت، شوفوا الجمال. والطقم ده ابو يوسف قول لنا الاسعار من كام لكام في القسم هنا؟ يا استاذ شيماء عندي الاطفال بيبدا من 155. ماشي زي ما حضرتك عايزه. ماشي على حسب البرند بتاعه والخامه بتاعته والماركات بتاعته. طيب يا جماعه طبعا ده طقم زي ده كده مثلا، ده مطرزات بيتي برده حاجات محترمه قوي. مطرزات بيتي يا استاذه شيماء عشان الناس تبقى عارفه هي بتعمل ايه. ابو يوسف بس انا بلاحظ عندك هنا في طقم السراير انت مش حاطط طقم وخلاص، يعني انا بلاحظ كل طقم بسم الله ما شاء الله يعني احلى من اللي جنبه. يا استاذه شيماء بسم الله ما شاء الله، راجل مصنع. ايوه فعلا، لما دخل المنتج ده هو يبقى راضي عنه ولا ما دخلهوش؟ صح يا جماعه. بصوا كل يعني انت لو عروسه زي ما دايما بقول شوفي كده مفيش حاجه. بسم الله ما شاء الله. قربي من الخامات يا استاذه شيماء. الخامه ما شاء الله يا جماعه. الطقم ده حضرتك برده اطفال ده يعني رسمي طبعا. ده اطفال. شوفوا ده يا جماعه، يعني كان نازل منه كوفرتات التركي التوفي اللي هي الارينا والحاجات دي. طب ده اول مره نشوفه برده. طبعا شوفوا ده برده ده امور قوي جماعه. بصوا اختيارات، بصوا اطقم بالهبل، حاجات تحفه. شوفوا كده طبعا ده جميل جدا برده من الحاجات. شوفوا ده برده يا جماعه، احنا كده يا استاذه شيماء هنطول. ابو يوسف انت هتعمل لنا عرض النهارده؟ انا مقدم عرض للناس النهارده. طيب كويس، ذكرنا العرض ب 15. ما اجيلك كده اسمع الكلام، بس ما صورتوش مع حضرتك. ماشي، العرض ب 15 هنعرضه النهارده. تمام كده، ده هيبقى بسعر التكلفه برده يا ابو يوسف. طبعا يا استاذ. طيب ماشي، مع الناس برده ان شاء الله. طيب يا ابو يوسف بسم الله ما شاء الله. الناس برده محتاجه اللي بيجهز في الفتره ديت الله يعني يكون في عونه يعني. ايوه فعلا يا جماعه. ماشي يا جماعه، في اطقم كتير اهي، حاجات كتير. الله شوفوا ده برده، فرقوا على ايه ولا ايه ما شاء الله. طبعا ده طقم اطفال استاذ شيماء برده. ما ده عاجبني، جميل حلو ده يا جماعه، حاجات كتير. شوفوا ده، الله شوفوا ده حلو قوي ده. استسمعي تفتحي الخير ربنا بفضل الله الحمد لله. بصوا يا جماعه الله ده حلو قوي ده يا ابو يوسف. ده برده ده جديد ده. شوفوا عاملين يا جماعه زي ان بنطلون وحاجات كده، شوفوا بيبقى شكلها كده على الملايه. ده طقم اطفال معاه كوفرتات يا استاذه شيماء، ده 8 قطع طقم وكوفرتا. 8 قطع يا جماعه. كل رص عندي في الشركه لها معنى، لها ذوق، لها خامات، لها وضعها، لها اسمها. الطقم ده يا استاذه شيماء حاجات محترمه قوي. الله شوفوا ده، ده بيبقى شكله كده على السرير يا ابو يوسف. طبعا نفس المنظر كده اهو، ده رسمه ودي رسمه ثانيه منه برده يا استاذه شيماء. الله ده روعه، بسم الله ما شاء الله. شوفوا الجمال، ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. في زي فرو كده يا جماعه، ده طقم السرير، تخيلوا جماله حلو قوي. طبعا الوان الطقم كلها بتبقى تحته. شوفوا ده برده اشكال والوان، ده احنا هنا بس ما شاء الله في قسم الاطفال، متخيلين؟ شوفوا قد ايه، بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. كل دي اطقم اطفال اهي يا جماعه، اشكال والوان، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه. واللي جنب حضرتك ده بسم الله ما شاء الله الخامات العمليه. ده وانا داخله عاجبني هنا يا استاذه شيماء، ده وانا داخله عاجبني قوي يا ابو يوسف. طبعا بسم الله ما شاء الله، قيم قوي يا جماعه، من الحاجات الجميله جدا برده ده ما شاء الله. حلو يا ابو يوسف، الواناته كلها موجوده طبعا.
انا شفت مره عندك عروسه يا يوسف واقفه تتخانق مع مامتها، تقول لها انت، لا اخت العروسه، قاعده تقول لمامتها لا انا ما انت ما جبتليش حاجات حلوه زي دي، فاللي كانوا من القاهره بتقول لمامتها انت لازم تجيبي لي مع اختي دلوقتي. مامتها تقول لها بالفعل خدت لها حاجات وردتها، والله ان شاء الله الطقم ده جميل جدا برضه. شوفوا يا جماعه حلوة قوي، حاجات جميلة جميلة. ستات البيوت جددوا يعني. بقى يا جماعة انا ان شاء الله هجدد معاكم برضو. لا الوضع يا استاذة شيماء، استاذ يوسف استنى بس اوري لهم ده، شوفوا ده يا جماعة برضو ده قيم قوي قوي، ده شغل تريكو طقم تريكو. اطفال شباب تريكو يا جماعة تريكو. ماشي يا ابو يوسف، مش عايزين نشوف حاجات كتير، لازم تيجوا بنفسكم تشوفوها ما شاء الله. ماشي يا جماعة شوفوا ده برضو، ده طقم اطفال استاذة شيماء، ده اطفال خامات عندية، ده حلو قوي ده يا ابو يوسف. ده طرازات عربية. الله الله شوفوا ده جماله يا جماعه، انا بس بفرجكم الشركه دلوقتي لحد ما بيوسف يفرجنا بقى العرض. ده طقم اطفال اللي هو ده طقم اطفال اهو طبعا. شوفوا الجمال ده، حاجات كتير بسم الله ما شاء الله، حاجات تحف. شوفوا ده يا جماله يا جماله، بس ده شكله كبير يا ابو يوسف. ده اطفال برضو بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. ده كوتون لاند بتاع بلدي، حاجات محترمه برضو بلدي يا جماعه. ده طقم بلدي جميل كوتون لاند، ستايل هوم برضو جنب منه اطفال. ده اطفال اهو برضو، احنا كده داخلين على الكبير ولا اطفال برضو يا ابو يوسف؟ هنا في شويه اطفال وفي ما انا برضو ايه. طيب اللهم صل على النبي. شوفوا يا جماعه شوفوا ده، الله ده تحفه، ده بكرانيش ده يا ابو يوسف، سوتاج ده، ده سوتاج حلو ده قوي، في ده كبير وفي منه اطفال، ده امور قوي ده بسم الله ما شاء الله. ده جميل ده، ولا ده استاذ شيماء صور الضوء على ده كده، جميل جدا قوي ده، ده حوالي 6 موديلات. ربنا يوسع عليك يا رب، ربنا يوسع عليك، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يا جماعه. ايه رايكم يا جماعه في حاجه المحل كده؟ كان اللحاف بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، بسم الله ما شاء الله. طبعا استاذه شيماء الحمد لله عملنا التوسعه ديت برضو، دي بقت بطاطين كلها ما شاء الله يا ابو يوسف. تمام، ما هو كل ما هو تركي اسباني، تمام، نانا برسوماتها الجديده بانواعها الجديده، في بطانيه سنتامورا اللي هي جولدن دوف، في مورانو. البطانيه دي يا استاذه شيماء دي المفاجاه، دي المفاجاه دي اللي في العرض الجديد استاذه شيماء. ده انا هفتحها لك واحده تبص عليها دي، دي يا ابو يوسف دي بسم الله ما شاء الله، دي لسه نازله يا استاذه شيماء، ده لونها تحفه يا ابو يوسف، لونها تحفه، 8 الوان مفيش لون، ده وجه ساده خلاص استاذه شيماء كده تحفه يا ابو يوسف، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله والله فعلا، ورق حفر الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. البطانيه عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، دي في العرض ب 15 النهارده يا ابو يوسف، في العرض بتاع 15 معانا تخيل يا استاذه شيماء، يعني عرض ربنا يبارك ما شاء الله، الناس تدعي يا جماعه ما شاء الله، بيدعوا لك والله، بيدعوا لك ومرضي بالخدمه اللي انا بقدمها لكم، بيدعوا لك والله يا ابو يوسف، بيدعوا لك والله، تشوف الكومنتات تفرح والله. ماشي يا جماعه دي في العرض، طبعا في الوان منها كتير يا ابو يوسف، طبعا في منها الوان كتير. ماشي تمام، زائد كمان حاطط لهم البطانيه اللي هي الاطفال دي، بس كانت تانيه قلوب، حاطط لهم المره دي ورق الشجر. طب خلينا بقى الكلام ده نقوله في العرض تمام. بقى واحنا بنتفرج تمام. ماشي ورينا الحاجات اللي هي مش تبقى في العرض تمام. البطانيه التركي ديت كانت خلصت ورجعت تاني، اللي هي الوجهين المعطره دي موجوده اهي يا جماعه. دي سعرها كام يا ابو يوسف؟ دي ب 560 يا استاذه شيماء، 560 يا جماعه، اللي هي التركي اللي هي بتتفرش على الوشين، خير ربنا موجوده يا جماعه الجمله دي، دي المعطره الاهليه التركي طيب الاصلي تمام. كل وش بلاستيك. يوسف امال دي ايه؟ دي بطانيه مورا اطفال شبابي من غير رسومات اطفال الكلام من ده، زي زي القلوب ده في شنطه يا جماعه. ما هو دي كل واحده في شنطه تمام، زائد البطانيه دي يا استاذه شيماء المورانو ديت اللي هي دي معانا برده في العرض. ماشي تمام، دي في العرض برده يا جماعه، المورانو جولد دي تمام. طبعا يا جماعه كل البطاطين هنا اللي هي الفراشات اللي هي التركي اللي هي العصفوره كل ده موجود ما شاء الله، ربنا يوسع عليك. العالمية اللي هي الاطفال دي دي احنا عايزين نبقى نشوفها يا ابو يوسف، دي جميله يا استاذه شيماء، دي جميله جديده عايزين نشوفها نتفرج عليها، دفايات كده عليها رسومات 3 دي اطفال يا جماعه، لازم نشوفها دي. بحب افرجهم يا ابو يوسف على كل حاجه، انت عارف ما شاء الله. ابو يوسف كنت عايز اشوف البطانيه اللي ان انا سكرت ده، دي جديده حضرتك انا فردتها هنا اهي، طيب ماشي فردتها موجود ما شاء الله يا جماعه. شوفوا بسم الله ما شاء الله، حاجات تحفه في المنطقه ده، هي فيها شويه حاجات روعه. شوفوا طقم السراير ماشي ماشي يا ابو يوسف، جاي لك هنا كده شويه بونبوني حاجات، يعني بسم الله ما شاء الله، كل حته هنا ابو يوسف مختارها بعناية، باين يا ابو يوسف. طقم زي ده اطفال يا استاذ، ده كبير يا استاذ شيماء، ده طقم كبير يا جماعه تمام. الله دي كوفرته لسه نازله النهارده حالا، دي كوفرته، كوفرته ومعاها طقم بيكا يا ابو يوسف، ايوان بيكا باينه ومعاها طقم سري، ده العلبه استاذ شيماء دي 16 لون، 16 لون ماشي، كل لون برسمه مختلفه.
شوفوا العلبه عامله ازاي، شكلها روعه. شفت الكوفرته؟ ابو يوسف دي هتبقى سعرها كام؟ دي في العرض؟ اه. ولا معمول عليها عروض؟ اه. دي سعرها يا استاذه شيماء 350. 350؟ 350 كوفرته معاها طقم سرير. بالكوفرته يا بلاش. دي السنه النهارده. ده اموره الوانها جميله. اه قطن بقى يا ابو يوسف. اه طبعا. وفي حاجه زي الطقم ده برضه. هو النبي. اه ده روعه. بسم الله ما شاء الله. ده على فكره الطقم ده في منه اطفال. أوه. وفي منه كبير. ده ارينا، ده من احدى مصانعنا استاذه شيماء. اتحداك بفضل الله ولقيتيه في المحل. طيب ما شاء الله. تمام. ده في منه الاطفال وفي منه الكبير. جميلة. طبعا الوان جميله يا ابو يوسف. ده الاطفال بتاع استاذه شيماء. حلو ده. اللهم تمام. 32 رسمه. 32 رسمه يا جماعه. منه الكبير والاطفال ما شاء الله. ده الكبير بتاعه واللي احنا شفناه ده الاطفال. حلو يا ابو يوسف، عندك منتجات جديده مش في السوق يا استاذه شيماء، بتميز انت التجار بيها يا استاذه شيماء. احنا بنغيب. اه. بنقدر نجيب الجديد وفي نفس الوقت بنفيد الناس باللي هي بالتوسعات اللي احنا بنعملها. ما شاء الله. طقم زي ده طبعا طبعا شغل الجوهره. جوهره يا جماعه. طبعا شغل روز يا جماعه. روز. الناس التجار اللي عارفه الكلام ده. ده شوبير كده طبعا. ده مستورد. خامات محترمه. شوفوا الوانه كلها طبعا. الوانه عامله ازاي؟ الوانه كده يا ابراهيم بعد اذنك. شوف الوانه ما شاء الله. حلو يا ابو يوسف. انا بشوف العرايس هنا بيبقوا مبهورين. انا واقفه اتفرج يا جماعه ما شاء الله. الطقم ده يا جماعه. هنقول علبة شوكولاتة؟ ايوه علبة شوكولاتة. لا أعلى علبة شوكولاتة. الطقم عامل ازاي؟ نقولني كده يا أستاذ علي بعد إذنك. شفت ده؟ ايه الجمال ده يا أبو يوسف؟ طقم أهو. الجمال ده؟ طقم أهو. بسبوس. مش أه بسم الله مش بونبوني كده حاجة بس عشان الطقم عامل ازاي؟ حلو قوي ده. ده لسه نازل ما بلوش ثلاث أيام برضو من الحاجات اللي هي الجديدة. مش إحنا قلنا اللي بيفرش الشقة. أيوة. بيقول مثلا الطقم ده استاذ شيماء 325. 305 هو ده تركي يا ابو يوسف؟ لا ده ده شغل ديوريلي. ده مصري. مصري. امال الجوبير والكلام من ده مستورد. امال الخامه خامات بس شكل التركي تصميمات التركي. اه بيبيعوه بقى على انه تركي. اه امال ديوريلي ده مصري. ديوريلي مصري يا جماعه. مصري راجل محترم بيخدم حتتنا في المحل ما شاء الله. تمام. تعالي برضه زي شغل دونتيلو. طبعا ده مصنع محترم جدا ما شاء الله. رتب يا استاذ علي كده. طبعا شغل الحريه بجميع موديلاته استاذه شيماء والحديث بتاعه ما شاء الله. انتر مارك. انتر مارك. تمام برضو موجود معانا. ايه الجمال ده يا ابو يوسف؟ ايه الجمال ده؟ طبعا بسم الله ما شاء الله. بص يا ابو يوسف والنبي وريني الوان ده. عينيا حاضر. لونين كده بس كمان حتى. انتر مارك. ده لون تاني. ده شغل الحريه. ده الحريه حلو برضو. لا الوانات وين هنا يا استاذه شيماء؟ طيب تشوف الوانه هنا. انتر مارك هنا. شوفوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله. استنى يا ابو يوسف بس ده ايه ده يا ابو يوسف؟ ده ايه ده؟ ده طقم جديد برضو من الحاجات. ده حلو قوي قوي ده يا ابو يوسف. ده تحفه فنيه ولا لونه؟ لا انا معاكي بس عشان الناس تقول لك انتر مارك الوانته فين؟ اه انتر مارك هو ده الوان. شوفوا جميل قوي قوي ده يا استاذ ابو يوسف. ده يا ابو يوسف هيبقى سعره كام ده؟ ده في 400 يا استاذه شيماء. 400 بس يستاهل. طقم يا جماعه اهو. الذهبي بتاعه. شوفوا اي حاجه انتوا عايزين منها اي لون كل حاجه ما شاء الله. اللبني جميل. الوان الجديد. الجوبير يا استاذه شيماء عامله ازاي؟ ما شاء الله حاجه محترمه. هنا مقربه لكم من الطقم 280 في 260. ركزي على المقاس يا استاذه شيماء. مش طقم وخلاص. ايه يا ابو يوسف الحاجات الحلوه دي؟ انت مجننا اصلا بالفيديوهات القديمه. النهارده فيديو ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. يا رب يجعله يا رب ناخد خير ونبتلى شر. يا رب اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اللهم بارك وسلم وسلم على سيدنا محمد. عليه الصلاه والسلام. جميل يا ابو يوسف قوي قوي. الطقم ده جميل جدا برضه. شوف الجمال ده يا ابو يوسف. الطقم ده برضه استاذ شيماء لسه نازل برضه. اهو ده تشوفه تقول تركي برضه. الله يبارك لك. ده مصنع برضه مصري محترم بيخدم شغل. في منه الرسمه دي والرسمه دي. عاملين عليه حتى علامه تركيا اهو. الله يبارك لك. لا بس خامات مصري. مصري بس 10 على 10. طبعا بس شوف الجوبيري 10 على 10. كل موديل من ده يا استاذه شيماء 12 لون. تمام كده؟ عشان نبقى مش مختلفين في الاسم. ابو يوسف ده هو النبي يا ابو يوسف. مطرزات خليجيه. مش عارفه يا ابو يوسف انت محيرني المنطقه دي. انت دخلتني منطقه كده. هنا بقى البونبوني الموجود. ابو يوسف ده هو يا ابو يوسف. قول لنا بس ده ايه؟ ده جميل طقم السنه دي. حلو قوي ده. جدا جدا جدا. اه طبعا دي الوانات كلها موجوده. روعه ده. شوفوا الجمال. ايه رايكم فيه ده يا جماعه؟ استاذه شيماء برضه بصي على الطقم ده كده. لا 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 هنا كعرايس اختاري براحتك. مش زمان ذكرت مش هتتجوزي. اه يا عروسه انت هتتجوزي كل يوم؟ لا. ربنا يهنيك ويسعدك. هتفرشي كل يوم؟ لا والله. اختاري براحتك قدامك من التشكيل اهو. يعني هتاخدي كام طقم؟ 20 طقم. العرايس محظوظين بيك يا ابو يوسف. اه بسم الله ما شاء الله كده. يعني براحتكم. طقم عامل ازاي؟ شوفوا يا جماعه. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ربنا يسعد كل البنات وكل ام بتشوفني عشان هتجهز بنتها. يا رب تجهزيها احسن جهاز. ادعي لي الاستاذه شيماء قد ايه؟ يا رب يخليكم كلكم وتجهزوا بناتكم احلى جهاز وتجيبوا لهم الحاجات الحلوه دي كلها وتفرشوا لهم شققهم كده وتفرحوا بحاجتهم. بسم الله ما شاء الله. حاجه تفرح يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حاجه تفرح. اللهم صل على النبي. برضه هناخد جوله
السراع ده شولد انطله برده كمان. بسم الله ما شاء الله، مش عايزه افوت لكم والله ولا طقم، كل اللطقم بصوا اروع من بعض. طقم ده برده من الحاجات الكويسه جدا. شوفوا الجمال والرقه يا جماله، شوفوا كده ابو يوسف. احنا عايزين لنا جنب كل قسم، استنى يا ابو يوسف ده ما ينفعش يعدي، عايزين جنب كل قسم ساعتين ثلاثه. هو انا قلت لهم اعمل لكم فيلم تسجيل. طب واللي بينزل جديد؟ شفت الكوفيرت ابو يوسف ده ايه؟ يا ابو يوسف ده ايه؟ الكوفيرت مع طقم سرير. ده ده شبه اللي بره. اه بسم الله ما شاء الله. طب فرجنا الوانه يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله نتفرج على الوان يا ابو يوسف في الوقت. لا احنا لازم نتفرج، انا كل مره اجي اعمل عندك كده ما ينفعش نتكروت. طب الوان ده ينفع نكروته؟ شوف المنظر على السرير، شوفوا ده اللي ب 350. لا اللي بره حضرتك ده حاجه تانية، ده حاجه تانية. يا لهوي على الجمال، يا لهوي على الجمال ما شاء الله. طب ولا ده؟ الله يا ولا ده؟ استنى يا بوسف اما افرجكم يا ابو يوسف. ولا ده؟ كنوز. خبي الحاجات دي مننا، خبيها يا بوسف. كنوز والله لسه نازل. انا اقدر يا جماله يا جماله. قلب كده يا استاذ علي، قلب كده يا استاذ علي. يا جماعه استنوا عشان الشباب بيفرجونا اهو، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله يا ابو يوسف. لا النهارده بصراحه ابهار السنه الجديده ما شاء الله. لازم تكون السنه يا رب تكون سعيده علينا وعلى المسلمين. شوفوا اتفرجوا يا جماعه، شوفوا بلقط لكم الحاجه كده وانا معديه عشان تعرفوا ان انا ابتديت اقرب. شوفوا يا جماعه ما ينفعش الحاجات دي ما تشوفوهاش. ما شاء الله عليك. اتفرجوا عشان تيجوا تاخدوا الحاجات الحلوه دي. شوفوا يا جماعه ده بذمتكم كان ينفع ما يتصورش ولا الوانات؟ قولولي 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 يا جماعه ينفع ما يتصورش؟ اتفرجوا كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي يا جماعه. الفيديو هيطول مننا يا استاذه شيماء. سيبنا انا كل مره اقول لك الكلام ده والله الفيديو هيطول مننا والله العظيم. يستاهل يطول ثلاث ساعات، الناس هتبقى مستمتعه. انت احنا بنشوف حاجات ده بسم الله ما شاء الله. طبعا الطقم ده معانا برده مستمر، كان في العروض اللي هو الطقم اللي فوق ده اللي هو اه ده اللي هو الماركه اللي هو الماركه ده. اه ده جميل قوي يا جماعه. ماشي يا شباب كتر خير، تسلم ايدكم ما شاء الله. ورينا ده اما نشوف اللون ده كمان. اه الاصفريكه بقى حلوه قوي، كل حاجه كل الوانه تحفه. ده لو لو بنات بتبيع اونلاين ده يطير معاكم يا بنات على النت. بصوا ده على الفيسبوك يطير تحفه، ومعاكم فيرتا طقم سرير بكوفيرتا يا بنت الحلال. الفيديو هيطول مننا. يطول بقى. امال ده ايه يا ابو يوسف؟ ده اهو ده ده طقم السرير بقى بتاعنا يا استاذ. ماشي شوف انا اللي اقعد اقول لك على حاجه يعني. بسم الله ما شاء الله. طب فرجنا يا عم كده. انا خايف من يوم من الايام تفتح محل هتضرني. لا ما تخافش. الله طب شوف يا ابو يوسف ده احنا ما شفناش ده يا ابو يوسف. لا بسم الله ما شاء الله. استنى يا استاذ احمد اما نوري لهم كده. بسم الله ما شاء الله روعه. شوفي ده ما يجوا بقى يا استاذ احمد تفرجهم كده زي ما بتفرجني حاجات العرايس تتفرج على الحاجات الحلوه دي. معانا هنا بسم الله ما شاء الله والله ما شاء الله يا ابو يوسف بيحب عملهم زي صاحبي. ده طقمك ده؟ ده طقمك؟ ده طقم. طب احنا عايزين نشوفه ده اهو برده. ده انا هوريكي منه. تسيبي ده، ده انا هوريكي منه بقى كونتينر جوه الحمد لله. طيب بس الوانه حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله. طبعا الدفايه دي معانا. ماشي يا جماعه الدفايه دي معانا اهي. طبعا دي اللي هي البولر. دي البولر اللي طالعه جديد مكسره الدنيا الحمد لله. دي الاصليه يا ابو يوسف اهي. اه طبعا دي الاصليه يا جماعه. شويه هنشوفهم دي الدفايه. طيب دفايه عالميه اطفال ست قطع وتمشي طقم سرير. ماشي تمام. ودي الدفايه الريشه ديت حاجه محترمه قوي برده. دي جديده دي يا ابو يوسف. اه طبعا كل الاستاذ هشام ماشي غامض كله ده ما شاء الله كله ما شاء الله. احنا بيجي لنا ايام قسما بالله بنبات في الشركه فعلا. قسما بالله بنبات في الشركه. ايوه ايوه مره انا كنت بصور جنبك هنا متاخر ولقيت الدنيا منوره، قالوا لي ده ابو يوسف بايت جوه. تعالى اتفضلي بقى. انا على فكره استنى يا ابو يوسف ده فرادولنا يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله. دي اللي انا بقول لك عليها اللي كانت جوه. اللي كانت جوه. لا بس ده ظهرها اقلبوها لنا على وشها كده. ده وشها هو ده وشها كده. الله بسم الله ما شاء الله. دي عسل. هي رسمتها على السرير اهو. دي عسل يا جماعه قطيفه على الوشين قطيفه. ده دي العالميه الاصليه. العالميه الاصليه ست قطع. حلوه قوي يا ابو يوسف. واشكالها بقى مختلفه طبعا. كل ده اشكالها كل الكرتونه فيها سته مختلفه. دي بسم الله ما شاء الله حاجه كويسه ما شاء الله جميله. بسم الله ما شاء الله حلوه جدا يا جماعه. ماشي يا جماعه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. ده دي طقم تانية يا ابو يوسف غير اللي احنا شفناها. تعالي بقى الحاجات برضو البونبوني اللي جت عندنا الشركة. طقم العالمية ده لسه نازل. ده خمس قطع بكرانيش. عالمية خمس قطع بكرانيش يا جماعة. 290 290 جنيه. 290 بكرانيش. ده بكرانيش. احنا المجد بقى حصري في شركة صدار. طيب. حصر الطقم ده في شركة صدار ب 185 جنيه يا جماعة. طقم مستورد المجد الاصلي. يا جماعه يا تجار يا عرايس. هتكلم ايه اللي انا هقول لكم عليه؟ اسمعوا يا جماعه والله العظيم حاجات مش هتلاقوها. طقم المجد الاصلي. بسم الله ما شاء الله. تمام. دي هنا المخدات والخدات في ناحيه وهنا المرايه في ناحيه ثانيه. جننت الناس بالمفروشات يا ابو يوسف. جننتنا. ركزي معايا يا استاذه شمال في السعر. الناس لها سعر. اه. لها خامه لها مقاس لها حاجه منتج محترم. ما شاء الله. 185 185 المجد الاصلي. تمام. اشكال بقى مش عايزه عشان الوقت افرجكم بس انتوا الكرتونه فيها 10 يا استاذه شيماء 10 ب 10 كيلوات.
10 ب 10 تلوات. حلو قوي يا ابو يوسف. ده طبعا المجد غسيل وفرش يا بنات طبعا. 185 وده جديد يا ابو يوسف. ده طبعا كل المنتجات دي استاذه شيماء كله بشكر. جديد بسم الله ما شاء الله. تسلم يا ابو يوسف. بقى 10 ربنا يوسع عليك. عايز كراتين اتفضل. ماشي عروس عايزه تختار اتفضلي اختاري براحتك. بس ربنا يوسع عليك. طبعا الدفايه معانا الدفايات بتاعنا المحترمه اللي هي ديت اللي هي الجمزه طبعا معانا الدفايه دي قطيفه يا ابو يوسف وش وده خلاص ليه اسباني ست قطع اللي حطيناها في العروض اسباني ست قطع اللي كانت في العروض طبعا اشكالها كلها موجود طبعا الكوفيرتا بتاع المجد الاصلي اللي مش موجوده عند الناس كلها اللي معاها طقم سرير كوفيرتا المجد الاصلي معاه دول الاثنين يا ابو يوسف الاثنين كوفيرتتين وطقم سرير بتاعهم ابو يوسف طب والله استنى بس تعالى قول لي ده هي ايه ده اهو ده طقم سرير استاذه شيماء انا لقطته كده بسم الله ما شاء الله ده تحفه ده روعه يا جماعه اسمه بوكيه الورد بوكيه الورد ده جميل ده جميل شغله. جميل جميل يا ابو يوسف تحفه فنيه ده طقم تحفه يعني. خد الجديد ده يا استاذه شيماء الطقم ده هو سرير ومعاه دفايه ابو يوسف بالراحه علينا يا ابو يوسف احنا مش قدك الحاجات الحلوه دي لا العملاء بتوعنا اللي بيشرفونا ما شاء الله اللهم صل على النبي العرايس انتوا فين العرايس ما شاء فعلا يا ابو يوسف بتحب شغلي بتحب شغلي ربنا يجازيك خير والله يعني طبعا شغلي يا جماعه بسم الله ما شاء الله طقم سرير ومعاه دفايه بنفس اللون بتاعه ست قطع طب ده حلو للعرايس بسم الله ما شاء الله طقم سرير معاه دفايه يعني معاه دفايه عشان ايه تبقوا موفقين الحاجات على بعضها كده يا بنات تحفه يا استاذ شمال سعره 340 340 دفايه يا بطقم سرير شكله قيم كمان اهو 12 لون ممكن تاخديه هديه لحماتك في عيد الام حاجه كده ما شاء الله شوفوا كده طقم عامل ازاي ابو يوسف استنى بس انت فوت لنا ده يعني ده ينفع يفوت كده ده يا ابو يوسف الجمال ده يا ابو يوسف طب الوقت ده في جوه ده جوه كنوز والله طب احنا عايزين نتفرج كده مش عايزين نفوت حاجه اللهم صل على النبي كنوز موجود هنا كنوز لا يا ابو يوسف انت هتهبلنا يا ابو يوسف استنى يا ابو يوسف افرجهم يا ابو يوسف اتفرجوا يا جماعه ده ايه يا ابو يوسف ده طقم سرير بسم الله ما شاء الله مترس كله كده مترس كله نفس المنظر ده كده استاذ شيماء الطقم ده لسه جديد صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي بسم الله ما شاء الله هو اللي متابعين سلسله فيديوهاتنا هيعرفوا كل ثلاث ارباع الشغل ده جديد فعلا يا جماعه 2021 2022 بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله على الجنبين كل حاجه جديده كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه استاذ شيماء الطقم ده خلي بالك الطقم ده ما يتعداش الله الله على جماله قوي الواناته كلها استاذ احمد ورينا الواناته الستات هتغضب على الفرشه انا هغضب على الملايات اللي كانت عندي يا ربي على الجمال الطقم ده الكرانيش بقى الاربع قطع ده بقى شفت الطقم عامل ازاي الوانته عامله ازاي كرانيش بسم الله ما شاء الله ده حلو قوي ده يا ابو يوسف بص استنى اوري لهم بس كده ده بكرانيش هتبقى من فوق كده تخيلوا ده طقم سرير العرايس بتيجي تعمل هنا ايه يا استاذ احمد هنا بقى استاذ شيماء انت نحترم المصنع اما مصنع بيخدم شغله كل بوستر بلونه صح كده خلي بالك زي خامات العمليه بتاعنا أيوة شغال فيها زي ده كده حضرتك كل بوستر البوستر بتاعه لا ده البوستر بتاع اللي معاك بتاع الكافيه تمام كده ده بتاع الكافيه شفت الطقم عامله ازاي ايه الجمال ده تحفه تحفه بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مع كل طقم الوانه تحت اهو كل طقم الوانه تحت كل طقم اقل حاجه عندي في الشركه 12 لون ربنا يوسع عليك يا رب بس انا بتكلم على الاساسيات الاساسي في 18 انت قلت لي في طقم بيبقى 18 18 بيزود بقى الوان في كحل ما اعرفش في لون ثاني ايوه الوان غريبه بقى شوف الطقم ده يا استاذ شيماء انا بستفرج لك شويه يا جماعه احنا بناخد جوله يا جماعه في شركه سيدار بحب اعمل لكم الجوله دي دايما عشان التجار تشوفوا كميه الشغل التجار يشوفوا كميه الشغل وقد ايه انتوا هتيجوا تميزوا محلاتكم بحاجات ما شاء الله مميزه ما شاء الله التجار بيحبوا انا بشوف هنا ما شاء الله لا يعني ما شاء الله اني تاني يعني تجار اساس الجمله جمله تجار فعلا العرايس بتيجي تختار على راسي يعني انا لو تاجر فعلا وعندي محل هاجي اخد الحاجات دي هتشرفه قدام التاجر عايز تشكيل تشكيل صح عايز منتجات كتير تنوع. عايز توسع تنوع عايز يبقى عنده تشكيل عشان الزبون اما يروح له الكلام من صح. طب العروسه طبعا العروسه برضه طب بحر الشيخ اختاري براحتك ايوه اختاري براحتك اللهم لك الحمد ولك الشكر ربنا يوسع عليك يا رب يا ابو بسم الله ما شاء الله خير ربنا يوسع عليك بس ايه الجمال ده يا ابو يوسف بسم الله ما شاء الله طقم لسه برضه جاي ده لسه جديد يا جماعه اتفرجوا كده الطقم ده حلو قوي جميل انا عايزه اوريكم كل حاجه مش عايزه افوت لكم ولا حاجه ايه رايكم عارفه انكم اكيد مستمتعين بالحاجات اللي انتم بتشوفوها استاذ شيماء ده احنا كده هناخد وقت كتير استنى يا يوسف في حاجات هنا برضو يا جماعه طبعا اللطقم العمريه القطن 100% موجوده كميات كبيره برضو كل اللي انتم عايزينه هتلاقوه اهي يا جماعه ما شاء الله شوفوا كميات منها الاسعار بتبدا فيها من كام لكام يا ابو يوسف من 280 وانت حضرتك 280 الحاجات اللي هي الاقطان 100% اللي امهاتنا لازم تجيبها في الجهاز دي يا جماعه طبعا ده اللي احنا حطيناه في العروض ده اللي هو كان حطيناه في 13 الله يبارك لك
وفي جميل. الطقم اللي جنب منه في الطقم ده اهو، ده عسل قوي، ده لونه رايق. بسم الله ما شاء الله، بص البوستر بتاعه حلو يا ابو يوسف. ده بسم الله ما شاء الله يا يوسف، عندك مصانع بسم الله ما شاء الله كتير. مصنع الواحد يديله تعظيم سلام من انتاجه ومن خاماته. صح. الطقم ده اكسلانس جميل. شوفوا يا جماعه بتاع ريس بقى، لازم تعلقوا لنا وتقولوا لنا ايه رايكم. الوقت ده خش هنا حضرتك كده الوقت دايما بيطول هنا يا ابو يوسف معاك، بس احنا بنبقى مبسوطين. شوفوا يا جماعه ما شاء الله، اللهم صل على النبي، ده تحفه برده. شوفوا كده، شوفوا ده، شوفوا ده، ده فيه زراير، طقم فيه زراير والخامه ذات نفسها مقلمه. ايه رايكم؟ شوفوا الجمال، بسم الله ما شاء الله يا جماعه. طبعا اشكال والوان بقى بسم الله ما شاء الله، كل اللي انتوا عايزينه هتلاقوه، انا عشان الوقت بس طبعا يعني ايه مش عايزه افوت لكم ولا حاجه. ربنا يوسع على الجميع، وكل الناس اللي بتكلمني وعايزه تفتح مشاريع تيجوا يا جماعه هنا، هتشكلوا تشكيله ما شاء الله حلوه. وعندكم الاسعار متاحه في اللطقم، في حاجات ب 100 وكام يا ابو يوسف اللطقم من عندك؟ بتبدا الطقم السنه عندي من 125 اصل 125 المطرز موجود هنا لحد ما انتوا عايزين. الطقم ده اصل يا شيماء، الطقم ده احدى مصانعنا. شوف الرقه واللون، لا لا الواناته. شوف ده ايه يا ابو يوسف؟ ده دي كوفرته. تمام، وخمسه قطع وتمشي طقم سرير. ماشي. في ده حضرتك برضه خامات العمريه، انا مش عارف اوري ايه ولا ايه. الله ربنا يوسع عليك ما شاء الله. عايزنا اللي هم المودرن اللي بيحبوا الاسود. الاسود موجود. تمام. كل الوان موجوده. تشكيله. علبه الدهب دي موجوده برضو مستمره معانا. دي يا جماعه شوفوا دي. دي الطقم حاطين المخدات هنا وطقم السرير هنا. حاجات جميله قوي يا ابو يوسف. ماشي يا ابو يوسف. ننزل بقى احنا ما شاء الله. ده اللي عليه فراشات، ده كان عاجبني من المره اللي فاتت، ده جميل. لا احنا شفناه المره اللي فاتت يا استاذ. ماشي ناخد جوله عندك انا برضو كده. ماشي. هنا في برضو طقم. شوفوا يا جماعه، يا جماعه انتوا لازم تيجوا بنفسكم، اكيد في حاجات هتفوتني يعني. شوفوا طقم الماركات دي برضو موجوده، ايه رايكم؟ طبعا انا انتوا عايزين تعرفوا الاسعار وهتقولي لي الاسعار، مش هقدر اقول كل الاسعار لان هنا ما شاء الله تنوع وكميات كبيره. شوفوا كده، شوفوا الطقم ده يا ربي على الجمال. شوفوا يا بنات، يلا استاذه يا جماعه، حاضر جايه اهو، حاضر. شوفوا يا جماعه، شوفوا اللطقم عامله ازاي، الله. شوفوا ده، طب شوفوا ده، مش عايزه انزل والله، بس في حاجات تانية مستنياني احلى. خلاص جايه صوصو ده، ننزل تحت اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الناس اللي متابعين شركه سيدار، انتوا عارفين ان احنا نازلين دلوقتي نشوف ايه، نشوف تشكيله الفوط والبرانس وطقم كده ابو يوسف بيبقى مخبيها تحت ما شاء الله، اللهم صل على النبي. شوفوا يا جماعه كنا هو برده الفوطه دي جديده لسه. كوتون لاند، مصنع محترم وصعب محترم. كوتون لاند حلوه يا ابو يوسف، متطرزه منها فيها كده ما شاء الله، مصنع محترم. احنا اتجننا يا جماعه والله، انا لو عروسه هتهبل، هختار ايه ولا ايه، هختار ايه ولا ايه. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله يا ابو يوسف، اللهم صل على النبي. انت مظبط الدنيا وحاطط حاجات جديده برضه اهو. طبعا استاذه شيماء، طبعا ده دي يا ابو يوسف، بشاكير بشاكير السروجي، بشاكير السروجي. ايه يا ابو يوسف انت هتعمل فينا ايه يا ابو يوسف؟ هتعمل فينا ايه النهارده؟ لعلبه الفوطه التريكو ديت. طيب يوجد في الشركه مصانع السروجي المحترمه. ماشي. بانيتوكس، ساموتكس، ده مصنع محترم. انا بكلم التجار او العراس اللي فاهمين ماركات. ماشي. مارسيليا، كوتون اند مور، المصانع اسطنبول. كل طبعا دي برندات عاليه ومعروف، الحسن والحسين. بص في حاجات كانت ورانا ما شفناهاش كده برضو نوريها لهم. شوفوا يا جماعه اتفرجوا، بسم الله ما شاء الله، تشكيله فوط بقى عالميه عالميه، كل حاجه اروع. مش عارفين لما بنقول كل حاجه انقح من الثانيه، هو ده اللي اتقال عليه كده. شوفوا الجمال، شوف شوفوا دي يعني تحفه، ودي اروع، حاجات كده هاند ميد، شغل تحفه على فكره. الحاجات دي حلال الوقت انا مش عارف الوقت مش قادره يا ابو يوسف، لازم افرجهم على كل حاجه يعني. يا استاذه شيماء، ما هو يا ابو يوسف ده استاذه شيماء، شوف عامله ازاي استاذه شيماء. الحسام ابو يوسف بيغرينا بيغرينا بالحاجات الحلوه دي. مصنع الحسام دي جميل جدا، الحسام في بلندا التركي بلندا. وبعدين يا ابو يوسف الموضوع بيكبر، الموضوع بيكبر معايا. شوفوا يا بنات مغارة علي بابا، احنا في مغارة علي بابا. بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله كنوز. بسم الله ما شاء الله، والله بس فعلا كنوز. بسم الله ما شاء الله، ايه المطلوب اكتر من كده؟ مش عارف. سعر جملة تمام، تشكيل واسع، كتجار كعرايس. الفوطة دي جميلة جدا برضو يا استاذة شيماء، بسم الله ما شاء الله. طب وسعرها تحفة. كم يبقى؟ 165. انا بنسى هنا الاسعار والناس بتزعل. ما انا قلت لهم الاسعار يا جماعة، احنا بنقول على قد. شوفوا الكمال، شوفوا الرقة، شوفوا الرقه كده. تعالي يا استاذه شيماء، تعالي بقى، شوف تعالي شوف هنا بقى. شوف. تعالي انا اقول لك انا المستخبي. ماشي. تعالي شفت الفوطه عامله ازاي؟
ابو يوسف ده السروجي، اسعار السروجي بتبدا من ايه؟ ما نزلتش شويه؟ الاسعار المفروض تزيد. اه تزيد، بس احنا بنضغط على المصانع عشان نكمل العروض للناس ثابتين. طيب تمام تمام ماشي. بص يا استاذه شيماء، جينا زودنا الاضافات، ده قسم الاطفال، قسم الاطفال عملناه قسم لوحده اطفال اهو. طيب يا جماعه كل دي في وسط، اتفرجي حضرتك وافتحي الكاميرا وشوفي الوضع عامل ازاي. شوفوا انتوا يا جماعه الوضع، اتفرجوا على الوضع وقولوا لي. والله العظيم ما لاقيه كلام اعبر بيه غير ان ابو يوسف ما شاء الله ربنا يوسع عليه، راجل بيحب شغله جدا. آه جدا، ايوه جداً فعلا حابب يقدم لكم، بحبه جدا وبحترمه، بيحب شغله. ايوه ربنا يوسع عليك. طبعا اللي بيحترم حاجه وبيحبها بيبدع فيها، صح ده طبعا. التشكيله اهوت قدامك والكلام من ده. والله يا ابو يوسف انا لو كنت عروسه بقى وبجهز وكنت شفت فيديو زي ده كنتش هنام. والله ما شاء الله. تمام، فوتو اطفال مارسيليا يا جمالهم. تمام. يا جمالهم ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. بومبوني بومبوني. تمام تومي، مصنع المحترم من اصحابه محترمين. ببقى مبسوطه. توم الارض قلد الطوبه دي، الفوطه دي يا استاذه شيماء، توم الارض قلد الطوبه دي وكتب توما تومي وما اعرفش ايه والكلام من ده، بس الفوطه دي مقاس وخامه وبرده سعرها. دي الاصليه بتاعتها يا ابو يوسف، دي الاصليه، لان في ناس طلعت قلدتها. تمام ابو يوسف، امال هنا ايه؟ هنا انت حطيت ايه؟ حطيت البرانس. البرانس كانت بره. اه كانت بره. اه انا فاكره. ما هو دي التوسعه الجديده يا استاذه شيماء. طبعا البرانس دي هنا، البرانس بتشكيلها كلها. السروجي، مصنع اللي معاه كشميوه، زودنا حاجات جديده، مصانع برده محترمه برده. ما شاء الله يا جماعه، اللهم صل على النبي. انا مش لاقيه كلام اقوله، عارفين انا بسها كده بتفرج، والله العظيم بتفرج، لان بسم الله ما شاء الله الخير كله موجود عند ابو يوسف، ربنا يزيده. وانتم شايفين اجتهاده في كل فيديو عن الفيديو، ان هو يقدم لكم منتجات جديده وحاجات مختلفه ترضي جميع الاذواق. طبعا طعم اطفال بكرانيش ده طبعا يا ابو يوسف، شبابي اللي نزل منه الكوفرت يا استاذه شيماء. امال ده ايه يا ابو يوسف؟ يوجد في الشركه ملايات باستك اطفال وكبير. ملايات باستك اطفال وكبير يا جماعه، يوجد في الشركه بفضل الله عندنا ملايات اطفال وكبير باستك. ده يا جماعه اه العرايس بتطلبها والطلاب. امال ده ايه يا ابو يوسف برضه؟ ده طقم اطفال شبابي، طقم اطفال، حاجات محترمه وطقم محترم. يعني بص في عندك كل ما شاء الله الاشكال وكل رنجات الاسعار. الحمد لله كالعروسه تيجي هنا الشركه من الالف للياء. العروسه حتى زودنا لهم مفارش السفره ومفارش النيش والانتريه اللي هو قسم عملناه قسم لوحده. طبعا يا ابو يوسف معلش اقطعك، التجار بتبقى طبعا التاجر بيروح وبيجي عليك، فبيبقى عايز يجي يشوف الجديد دايما، عشان كده ما شاء الله دايما جديد. طبعا لا في اصل في محلات بتبقى كل ما تروح تلاقي اللي بيعيدوا بيزيدوا فيه. يعني لا ما هو المحلات بيعيدوا جدا يا استاذ شيماء، ولا يعني ربنا يرزقهم. ايوه امال احنا احنا ما شاء الله دايما في جديد. طبعا دي حاجه حلوه قوي، كل يوم في جديد ما شاء الله. يعني احنا يعني تخيل الفيديو اللي احنا صورناه مثلا اللي هو بتاع وش السعر، والله حاجه فيه هنا خلاص جديد جديد يوجد في الشركه طبعا. عشان كده انت بتقول لهم في العروض بيجي حاجات جديده هتحطها يوميا في العروض، يوميا في جديد بيخش. طيب انا مش النهارده مثلا مش هفضل على محترمك هفضل لابس طقم ثابت، صح؟ لا يعني المره الجايه لازم الناس والمصانع يعني بتحب تطور من نفسها اكيد. يعني النهارده اللي احنا في 2021 يا جماعه ما شاء الله. ما ده ايه القمر ده يا ابو يوسف؟ ده طقم اطفال باستك لسه نازل جديد برده، اطفال باستك. اطفال باستك خلي بالك. طب وبكرانيش كده؟ وبكرانيش نفس الوضع كده، ست قطع. طيب يا جماعه ده طقمين اطفال باستك. اه باستك ملايتين واثنين مخدر. طيب يوجد في الشركه برده طقم اطفال كبير باستك، طقم اطفال كبير باستك. طب ده سعره 280؟ اه ده 340. 340 طب ليه الفرق؟ ما هو عشان ده اتنين اطفال وده واحد وده واحد، يعني لو عايزين ياخدوا سرير واحد ياخدوا. ما هو ده كبير. اه اصل سرير كبير 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 والاطفال اهو. ده مجد اصلي يا ابو يوسف؟ ده المجد التقليدي اصلي يا شيماء، التقليد مش بس لونه. ما احنا قلنا الاصلي فوق ب 185. ماشي ده التقليد بتاعه. ماشي تمام تمام ماشي. ده الطقم بتاعنا من احدى شركاتنا برده، حلو الصدار ده. لا الطقم ده رسمه الفيل ده اللي عليه. تمام يوجد برضه ملايات بنو بيت هنا برضه هيات. دي ملايات يا ابو يوسف؟ اه الفيديو هيطول من هنا. ايوه هيطول بس هيطول احنا عشان نشوفه يا جماعه. ده اللي كان فوق يا ابو يوسف، ده اللي كان فوق برضه. اه طبعا 185. هنا برضه فوطه اللي هي الصحيه والفوطه المطبخ والكلام من ده. اه طبعا يوجد في الشركه. يا خلاص دي شفتي ابو يوسف الجديد الجديد الجديد. تمام يا ابو يوسف دي المطبخ، دي المطبخ اهو زينه كده. اه طبعا مريره مطبخ اهي، جميل جميله وفواطه وحاجه حلوه جدا. حلو يا ابو يوسف. معلش ودول ايه بقى؟ شفتي الاوضه عامله ازاي؟ اه شكلها هتتحط كده في الديكور في الدولاب للعرايس تبقى حلو. ماشي يا بنات مش عايزين نطلع، بندخل كل قصه مش عايزين نطلع منه. شفتي البونبوني اللي هنا ده؟ البونبوني يا جماعه كل رصه لها معنى. ايوه صح، مش 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 بنرص وخلاص. الفوطه دي ليه غير دي؟ ايوه غير دي غير دي دي غير دي غير دي غير دي. تخيلي مش مش رص وخلاص. في ناس بتيجي عندنا كعرايس تمر كده يا استاذه بعد اذنك اتقلي. اتقلي انت جاي تشتري حاجتك. طب ايه علاقه دي بدي؟
كلها كمان شو. لا بصي على دي ايوه يا جماعه العرايس لما تيجي بصوا على الرصه كلها حاجات مختلفه، كل رصه مختلفه ما شاء الله. يعني الرصه هنا فيها يجي 6-7 موديلات. ايوه اصل ممكن يبقوا فاكرين ان الرصه ايه انت رصص الشغل فوق بعض وخلاص. لا يا استاذ اسمعي الرصه ايه؟ ايوه 1 2 3 4 4 رسومات. طب اللي وراها اللي هنا رسمه ثانيه. تمام طبعا جه في الشركه انا استاذه شيماء. الله ايه الكمال ده؟ ديوريل بقى الجديد ده حلو قوي دي يا ولاد. ده طقم فوطه متكامل. ده طقم عباره عن ايه يا ابو يوسف؟ عباره عن بشكير كامل اهو، والراجل كاتب لي الميانات اهو قدام مننا. ده حلو قوي ده. رسوماته بقى ده ده ده, ده فوط وده بشكير. دول 3 فوط. نعم. ودول بشكيرين. الله يبارك لك. الفوط الفوط التواليت 3 فوط يا جماعه، وبشكيرين و3 فوط تحفه جدا. جميل. بسم الله ما شاء الله. سعره كام؟ كام ده؟ 335. بسم الله. وده ديوريل. ديوريل ده ماركته جميله طبعا. حلو جميل. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا في عندنا الفوط ديت برضو الاطفال. حلو طبعا. استاذ شيماء دي كل دي فوط. ماشي يا ابو يوسف. انت عايز لك زي ما قلت فيلم تسجيل يا ابو يوسف. هنا برضو فوط نصور فيه الحاجات الحلوه دي. تعالي هنا حضرتك برضو. انا بفرجكوا عشان في حاجات كده ايه ما ينفعش تتفوت. استاذ شيماء الجنب ده هو لوحده. الله شوفوا ده الجنب ده هو الواحد اللي واقف قدامه ده اهو. كنز والله. طب انت مخبيه تحت كده ليه؟ اه كنز ده برندات لوحده ده. ماشي. ده الطقم اللي انا خدت منه البيت. ايوه اللي انت فرشتهولنا المره اللي فاتت. الموسي فرحت لما خدته له ورحت بيه. والله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله. في برضه اللي هو البوستر احمر ده يا ابو يوسف. اه ده اللي هو التامين. التامين؟ اه تامين. ده طقم السرير. تمام يا ابو يوسف انت لازم تفرجنا. احنا بالنسبه لنا الحاجات دي بالنسبه لنا غريبه، انت واخد عليها فرجنا كده. طب مليه الوقت ما انا عايز اشرح العرض. طيب تمام تمام كده. ماشي يا جماعه. في حاجات هنا برضه حلوه قوي يا ابو يوسف ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ربنا يوسع عليه. ماشي يا ابو يوسف هنروح فين تاني دلوقتي؟ هنا برضه قسم اللي هو اللي احنا قلنا مفرش السفره. السفره يا جماعه. ومفرش الدولاب. والدولاب. ومفرش النيش والكوفرتات. هنا الكوفرتات العاديه اللي بتاخد بقى اهلنا اللي في الصعيد. ماشي. او الناس اللي هم الحاجات العمليه. والعرايس بتاخد منها برضه في الجاي. طبعا حاجات عمليه وكده الكلام من ده. ماشي تمام. ماشي يا جماعه. في حاجات السفره والنيش هنا، هي بنات اللي بتسالني عليها. طقم 16 طقم 16 قطعه وحاجات كتير. لازم تيجوا بنفسكم، الموضوع كبير زي ما بقول لكم دايما في فيديوهات ابو يوسف. اللهم صل على النبي. زي ما انتم شايفين كده الخير كله موجود. حاجات بصوا في حاجات بين السطور كده احنا بنفوتها، بس بيبقى غصب عني، لازم انتوا بنفسكم تيجوا تشوفوها. الفوطه دي اصل شيماء برده من الحاجات الكويسه. حاجات حلوه قوي. اللهم صل على النبي. الفوطه التركيه برده جميله جدا. احنا كنا عرضناها الفيديو اللي فات. طقم اللي هو الفوطه السروجه وهي بنات برده موجود. ده كنا قايلين سعره 300. كان في 275 في 300. هي بتبقى موديلات. موديلات منه طبعا. السروجه احنا عارفين كل شيء. ايه ده يا يوسف ده؟ ده طبعا ده السروجي ده اتنين مع بعض. ده السروجي برضو سروجي عامله كده ماركات. عامله طقم وعامله ماركات ده حلو قوي ده يا ابو يوسف. ورونا كده يا ابو يوسف والنبي. معلش يا استاذ جديد ما شاء الله. انا يا حاضر. ده بيبقى استاذ شيماء بيبقوا بشكرين مع يعني بعض يعني. دي بشكرين اه فوطين كده او بشكرين اهو. تمام. ده في الميات 100 حاجه و50 100 حاجه و60 تقريبا. 100 حاجه و60 بس حلوين قوي يا ابو يوسف. اه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله جميل. ده قيم برضو طبعا. دي فوطه كوتونيل. طبعا المصنع ده مصنعنا برضو اللي هو ده. ده اه الحرم ده حرام. ده مصنعنا اه وبرده من عامل بورنوس. ماشي يا جماعه. افرجكم على ايه يا جماعه والله. بس انتوا بقى انتوا لازم تيجوا ان شاء الله ما شاء الله. حاجات جميله. احنا مصورين هنا في شركه سيدار. لو حد اول مره بيشوفني فيديوهات كتير وعروض كتير. هنشوف النهارده مع ابو يوسف برده عرض جديد. استنونا وكملوا الفيديو معانا. ماشي يا جماعه. احنا خلاص طلعنا شفنا الفوط بقى وحاجات. بسم الله ما شاء الله. عايزه فيديو خاص ليها. انتوا ان شاء الله تيجوا بنفسكم تتفرجوا. هنا طقم السراير زي ما قلت لكم. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. صرح صرح. اللهم صل على النبي. كميات كبيره في غير المخازن ما شاء الله. ربنا يوسع على ابو يوسف. لو انت عروسه لازم تيجي تشوفي الحاجات دي بنفسك، لان بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. خير كله موجود. نروح بقى لابو يوسف ونشوف هيودينا فين تاني. شيماء انا مش عايز انسى اشكر الرجاله المحترمه اللي معايا في الشركه اللي بيراعوا ربنا في شغلهم ما شاء الله. اللي مكملين معايا والله. بيجي لنا وقت بنبات في الشركه. تمام ماشي. خليهم يعدوا يعني. ماشي عدوا عدوا عدوا. اتفضل حضرتك. طبعا ده طقم الرجاله اللي معايا. وفي اللي طبعا اللي روح عشان بيته وكلام من ده. وطبعا ده الشباب اللي موجود معايا اللي انا بتشرف بيهم في اي مكان، اللي هم اخواتي الصغيرين اللي بييجوا هنا في خدمه الناس الاهالي معانا. هم ربنا يبارك فيهم يا رب. بشكرهم يعني طبعا للعالم كله مش للناس بس. طبعا يا جماعه طبعا هم يعني ربنا يبارك لهم. دي اللي هي الجنود اللي بقى في الشركه. اه دول دول يعني ما شاء الله. يعني اللي هم اصحاب المكان اخواتك. اه طبعا اخوات ابو يوسف يا جماعه. طبعا استاذ عماد. ازيك استاذ عماد؟ كل سنه وحضرتك طيب.
استاذ احمد. استاذ احمد. استاذ احمد طبعا يعني برضه اهلا بحضرتك. اخونا برضه والاستاذ جمال برضه اخ برضه. اهلا بحضرتك استاذ طبعا جمال. ده هنا ابراهيم الشباب القادم اللي طالع ده. احمد برضه. معانا علي اهلنا في الصعيد طبعا حبينا من كتر حبنا في اهلنا في الصعيد جبناهم واحد منهم خطفناه. ما شاء الله. ماشي يا استاذ علي. ماشي يا ابو يوسف. استاذ هاني طبعا. ايوه طبعا. استاذ هاني. ازيك استاذ هاني؟ ابن البطل بيضه. ماشي يا ابو يوسف هنطلع مع ابو يوسف بقى فوق نشوف باقي شركه سيدار ما شاء الله معلق لنا هنا يا ابو يوسف حاجات حلوه كوفرتات البولر. ده حاجه من الحاجات اللي هي المحترمه جدا. دي الدفايه برضو اللي احنا دي حلوه دي يا ابو يوسف. دي الدفايه العلامات 6 قطع اللي احنا قلنا ديت دي فردتها دي. لا دي حاجه دي حاجه ثانيه ما شفناهاش دي يا ابو يوسف. دي معاها 6 قطع معاها ست قطع. ايه معاها 2 خداديه واتنين مخده والدفايتين بس حلو. طبعا دي الدفايه القلوب الثلاث قطع والقطعه الواحده دي هي حضرتك دي العالميه. دي جميله عجباني قوي ست تحفه الوانها كتير. الوانها دي الدفايه اللي احنا قلنا عليها 195. ماشي يا ابو يوسف. تمام طبعا هنا استاذ شيماء المكان الجديد بقى يا ابو يوسف مفاجأة بقى الشركة النهاردة. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم ادينا خير يا رب وفينا شر. طبعا ده طقم استاذة شيماء ده الاطفال ده بتاعنا. تمام وده الكبير بتاعه ده اللي هو شركتكم اللي احنا كنت بسألك عليه فوق يا ابو يوسف. الله يبارك لك. قلت لك بقى هنا في كونتينر. طيب ماشي يا جماعة. معانا اللي هو بتاعنا الليالي الهنا ابو 135 وابو 150 مكان. اللي كان في العرض. وجالنا طقم زي ده استاذة شيماء ده 5 قطع انا كنت ذكرته في طقم. في بداية فيديوهاتنا خالص قلنا حاجة ب 80 جنيه. هو ده. جبت لهم طقم 5 قطعة. خلي ده بكام؟ بكام؟ ده ب 75. 75 جنيه؟ 5 قطعة والأطفال بتاعه. كنا قلنا التاني ب 95 عملنا لهم الأطفال ده ب 85. طب يا جماعة أسعار حلوة أوي في المتناول الناس برضه اللي بتبيع أونلاين. المفروض حاجة بتزيد. لا إحنا شفتي بنعمل إيه؟ بنجتهد. ما شاء الله يا بيوسف. تمام؟ طبعا حاجات كتير يا جماعه. بسم الله ما شاء الله حاجات كتير في الاشكال. انا بقول لهم كتير ما شاء الله يا ابو يوسف ربنا يوسع عليك. بسم الحاجات الله دي يا جماعه سعرها في المتناول على فكره احنا قلنا سعرها قبل كده. شوفوا كده بسم الله ما شاء الله. هنا زي مكان جديد ابو يوسف برضو حط فيه البضاعه بتاعته يعني عشان يبقى ايه الحاجه منظمه اكتر. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يوسع عليك يا رب. اللهم زد وبارك يا رب. كل خير يا ابو يوسف والله. زد وبارك عليا. ما شاء الله. هنا قسم جديد اول مره نصور فيه. طبعا استاذ شيماء نقلنا بقى للحفه اللي فوق. تمام والمفارش القطيفه نقلناها تحت هنا. تمام عشان الناس تختار براحتها التجار يختار براحته والكلام من ده. طبعا تمام 85% من اللي موجود هنا جديد. طبعا زي ما انا ذكرت قلتي موديلات جديد هنا الحفه استاذه شيماء. دي الحفه جديده يا ابو يوسف كلها. طبعا كل ما يخطر على بالك في نوع الحفه ده موجود عندك. طيب الاسعار ايه يا ابو يوسف في الحاجات الجديده عندي دي؟ عندي الحفه بيبدا من 330. 330 لحد 2000 وشويه. لحد 2000 وشويه ماشي يا ابو يوسف. هنا قسم بطانيه. اللهم صل على النبي. يتميز بها بس بشركه سيدار ده اسباني. اسباني؟ اسباني هنا بطاطين برسوماتها بالوانها كلها. ما شاء الله دي بطاطين يا جماعه اسباني. اسباني اصلي. اصلي بس زمانها غاليه بقى يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله فوق ال 1000. فوق ال 1000 جنيه بس. زائد كمان جبنا لهم بطانيه اسباني بمفرشه. بالمفرش بتاعها. اهلنا اللي في دمياط بيحبوا الكلام ده. طيب. هم عارفين بطانيه اسباني بمفرش. طيب حلو. تمام ابو يوسف دي بقى بتبقى تايجر كده بطانيه كلها كده نفس الرسمه دي استاذه شيماء. نفس الرسمه بقى الوانتها بقى ده حلو قوي قوي دي يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله دي جميله جدا. شوفوا يا جماعه عامله ازاي شايفين. بسم الله ما شاء الله جميله. وفي منها نوبه في الشركه مفرش العالميه لسه نازل حصري. دي شنطته جلد. مش كرتون. طيب الشنطه جلد. ده العلامه الاصلي لسه نازل ما بقاهولوش بالظبط يومين. سعره كام استاذ شيماء؟ 870. 870. 870 ده العلاميه اللي هو الفسطونات اللي شبه ادردون الاربع قطع. شوفوا يا بنات بقى والوانه ولعلبته جلد حاجه كده شياكه ب 870 جنيه. طب ده بيتباع بره يا ابو يوسف بكام في المحلات القطاعي؟ ب 1000 فوق ال 1300 1400. والله في ناس تقول لك اكتر كمان يا ابو يوسف دبح. لا واحنا برده مكملين. طبعا ده مفرش العالميه الاربع قطع اللي فيه جوبير. ده ادردون الاسباني. تمام ده المجد ابو 800 جنيه. ماشي يا ابو يوسف. تمام كل الوانه طبعا. طبعا كل الوانات مش موجوده استاذه شيماء. الوانات عامله ازاي؟ خرب بنا استاذه شيماء. الله يوسع عليك. مش محترم للتجار او العرايس مش حته واتنين. ايوه واقول لك لا مفيش الا كده. لا اختار براحتك بقى. اختار. أيوة. بسم الله ما شاء الله ادردون الاسباني. تمام ده المفرش المفاجاه اللي هيبقى في العرض الكبير والاطفال بتاعه. الله ده حلو قوي ده يا ابو يوسف. ده خبر طبعا حلو قوي. ده نوعه ايه؟ تمام ده تبع جمزه. جمزه جمزه استاذه شيماء. ماشي ده الكبير والاطفال. ماشي يا جماعه. طبعا حضرتك تشكيل لحاف الاطفال ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. رسومات اطفال ورسومات شبابي ما شاء الله. يعني ده اطفال يا استاذه شيماء. ايوه يا ابو يوسف.
ابهرتنا النهارده بس. لا بسم الله ما شاء الله ابهرتنا والله ما شاء الله. شوفوا يا جماعه ده لحاف اطفال برضو شبابي. ده لحاف اطفال شباب اطفال شبابي وده اطفال شبابي جديد. ده طبلوهات يا جماعه. انت قلت لي الطبلو كان فيه سعره نازل يا يوسف كان بقى بكام؟ اللي هو النون اللي هو لحاف الطبلو بتاعنا اه 520 620 اللي زعل مننا تجار والمصنع يعني اتضرر بسببه بس قلنا ماشي احنا برضو مع الناس. طبعا دي لحافه الاطفال اللي هي البولار والخامات الاسباني الست قطع والثمان قطع والعشر قطع. طبعا المجد تشكيل لحاف المجد. ابو يوسف عايزين العرض بقى عشان الناس زمانها مستنيه العرض لاننا احنا لو زي ما انت قلت قعدنا نتفرج احنا عايزين ايام ايام واحنا عايزين نعمل فيديوهات للاقسام دي يا ابو يوسف. هي المفروض انت اللي بتجيب علينا الصيشة يا يوسف غصب عني انت فعلا والله. يعني الله يكون في عونك ما شاء الله. الله ده مفرش العالميه العالميه يا جماعه. ايه رايكم يا جماعه ايه رايكم في الحاجات الحلوه دي؟ هنا اهوت لحاف بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي. لحاف طبلوهات اهو يا جماعه كل الالوان. ده اللحاف اللي هو الاسباني اهو بكل الوانه. انا بحبه قوي اللحاف ده فايبره سوفت هو كل اللحاف حلوه بس في حاجات كده مثلا انت بيبقى عندك ست عيال ولا تلات عيال ولا عيلين في كل عيل كده بيبقى انت مثلا ايه حابب فيه حاجه. ايوه اللحاف ده انا حابه اللي هو خفيف فايبره سوفت ده 32 رسمه 32 رسمه ده يبقى عملي ده يا ابو يوسف مش بس في الحفه بتبقى اشكال حاجه كده بسم الله ما شاء الله يعني حاجه جميله جدا قوي يعني الواناته حلوه كلها لونه جميل 32 رسمه ب 32 لون ماشي يا ابو يوسف. طبعا هنا برده الحفه هنا هيت برده بكل اشكال كده. طبعا عندي اللحاف ده ما بيستناش اللحاف ده بسم الله ما شاء الله ده سعره تحفه حلو ده ب 650 جنيه 650 هو قطيفه يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله هو عشان الوقت كنا فتحنا لهم واحد اللحاف ده اللي احنا حطيناه في العرض برده حلو اللحاف ده استاذ شيماء لحاف حلو قوي ده اللي كان في العرض يا ابو يوسف ده اهو ده اللي كان في العرض اه طبعا يوجد في الشركه الحاف العالميه وادردونا الاسباني والحاجات دي استاذ شيماء هنا هي موجوده هنا اهي اللحاف ده حلو قوي والوانات بس ما بيقعدش ده اللي هو روز نفس اللي انت فتحته دلوقتي يا ابو يوسف الله يبارك لك اصنع ده محترم الله فعلا يا ابو يوسف لا 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 فعلا لا. بسم الله ما شاء الله الحاف عامل ازاي ده يضاهي الحاجات الاسباني امسك خامته كده يا استاذه شيماء النهارده استاذه خبيره خامات ده حلو قوي قوي ده يا جماعه فعلا خامته 10 على 10 ده ما بيستناش ده سعره هيبقى كام قلت لي ده فوق ال 1000 يا استاذه شيماء فوق ال 1000 بس الحاف الحاف عامل ازاي الحاف يعني شرف بسم الله ما شاء الله الحاف الجوبير بتاعه عامل ازاي خاماته منجد كله كابوتونيه جميل يا حاجه بس. محترمه جدا تسلم أوه. ايدك تسلم ايد طبعا يوجد في الشركه هنا اللي هو شغل البطانيه اللي هي الجوفيا تمام ماشي تمام يبقى جميع الواناتها موجوده نبيتي اللي هو الجنزاري الاسود يوجد هنا برده اللحاف اللي هو بتاع رماس امال ده ايه يا ابو يوسف ده لحاف العز ده لحاف العز هو قديم بس القديم يحل حاجه كويسه ما بس لفت نظر بسم الله ما شاء الله خامته جينز جينز خامته جينز خامه كويسه جدا حلوه يا جماعه ده معمول عليه عرض سعره النهارده 930 بس لحاف قيم يا يوسف قيم جدا نفس المنظر كده خامته اسمه لحاف جينز جينز طب ده جميل ده فلتة ده يا ابو يوسف وطبعا ده فلتة هو اخر ثلاثة اخر ثلاثة ما عادش ولا خاماته موجودة ولا صاحب عاد بيعملها ده هيبقى بكام يا ابو يوسف؟ ده ب 930 930 عاجبني قوي يا ابو يوسف البطاطين اللي عندك دي برضه حاجات كده سبت كل ده جبت بطاطين بسم الله ما شاء الله هنا تحفة لحاف ادردونا الاسباني طبعا ده في منه حوالي 8 رسومات في الادردونا الاسباني ده منزلينه على الصفحة عندنا شركة صدار في اللي هو الكرانيش ده برضه ابو يوسف احنا وصلنا للعرض ولا ايه احنا هنا قدام العرض طب احنا في قسم تاني في الشركه فوق ما طلعناش النهارده اللي هو الدور التالت احنا نزلنا الاولاني اللي هو في البدرون اللي عند الفوط وطلعنا عند لقطم السراير والاطفال والبطاطين ونزلنا للحفة. قسم للحفه هو فوق بقى التركي فوق التركي والتوفلي بس هنجيب وقت خلاص بقى مش مهم النهارده القسم هنعمل ايه انا مش عايز الناس تنام مني ولا الناس تزهق بس هو يجوا بقى يختاروا هم براحتهم ان شاء الله يجوا يختاروا طبعا زي ما احنا في جديد هنا في جديد فوق طبعا هنسمي الله ونشرح بقى بسم الله ما شاء الله العرض كده عروض ابو يوسف يا جماعه الحقيقيه العروض اللي بتتقلد وما بيعرفوش يقلدوها ما شاء الله صاحب الفكره بيمسكوا ورقه وقلم صاحب الفكره اللي كسرت الدنيا ويصح لهم واحنا مكملينه مع الناس ان شاء الله طبعا هنبدا دايما بنقول الحاجات اللي بتنزل الميه ايوه للحفه اللي الحفه الاول والمفارش القطيفه والحاجات دي بعد اذنك يا استاذه علي المفرش القطيفه فين هتقولي عايز اقول لكم في ناس بتستنى عروض ابو يوسف دي يا جماعه بفارغ الصبر عرض ب 15 كام يا ابو يوسف النهارده 15 370 ب 15 350 وقيمته الحقيقيه كام ده 21000 طب 21000 الناس تحكم على البرندات اللي فيه هتحكموا بنفسكم يا جماعه
بص يا شيماء، ده المفرش الاطفال اللي في العرض. مفرش اطفال؟ انت قلت لي جوه الكبير والاطفال. الكبير والاطفال اللي انا قلت لك هنحطه في العرض. طبعا ده جمزه يا جماعه بنفس الشكل كده، مفرش معاه المفرشين والاثنين خداديه ومعاه الايه الدواسات بتاعته. ماشي تمام. تمام كده. طبعا المفرش ده في منه حوالي اربع الوان. اربع الوان. اي منتج من ده اربع الوان ده الاطفال. يعني انت لو عروسه هتيجي تختاري بنفسك الالوان اللي انت عايزاه. طبعا ده الكبير يا استاذه شيماء بتاعه. ده الكبير بتاعه. تمام. ابو يوسف مش عايزاك تنساني في الاخر تقولي العرض ده كام قطعه وعدده عشان في ناس بتسال. العرض اللي كنا 18900 نسينا. لان ايونا قلنا 49 قطعه. طيب تمام. تمام كده. يبقى ده الكبير وده الاطفال. يبقى كده ده اللي هو المفرش القطيفه الكبير والاطفال. طبعا جبنا لهم اللحاف ده. اللحاف ده استاذه شيماء اللي يبص عليه يقول ده وجه واحد. ده مش وجه واحد. انا طبعا دايما اما باجي اصور معاكي بعرق. ايوه ابو يوسف. فانا هستسمحك بس احلى الجاكيت. ماشي تمام. عشان ايه؟ طبعا هنفرد بقى. ماشي تمام. ايوه ابو يوسف ده اللحاف اهو. ده اللحاف اهو ده معاه اتنين خداديه تمام؟ وده اللحاف معانا اهو بتاع الوشين. ده هديه بقى السنه الجديده يا ابو يوسف. طيب اللون ده اهو معانا. اللون ده حلو بس انا حابب اللون ده، هات لي اللون ده كده من ده منه. ماشي يا جماعه. تمام. كل الالوان من اللحاف موجوده، ما تفكروش احنا بنفرض عليكم اللون اللي في العرض، لا يعني اختاروا براحتكم. يعني شايفه عامل ازاي؟ والله تسلم ايدك يا ابو يوسف، حاجه قيمه. وعلى وشي انا بقى عارف يعني اللون ده حلو. لا يا فرد يعني حوالي ده منه سبع الوان. ماشي يا ابو يوسف، سبع الوان من اللحاف يا جماعه اهو. شفت لونه؟ ده اللحاف اللي في العرض. تمام. طب ايه حلو جدا على الوشين، يعني الحاف كانه الحافين يا بنات. شوفوا الله، واللونين مختلفين تماما. ده وجه. شوفوا كده. تمام. ماشي. والتاني وجه تاني خالص، وده وجه تاني يا جماعه. حلو جدا يا ابو يوسف، روعه جدا. عموله تطريز يا جماعه، حفر ليزر طبعا. وعلى الوشين والوشين حفر. جميل يا ابو يوسف، تسلم ايدك. معاه بقى خدادياته. معاه الخداد بتاعته. ماشي تمام. تمام كده. ماشي. ده اللحاف الكبير. معانا اللحاف الاطفال برضه مصانعنا. العرض بيبقى شامل يا جماعه كل مفروشات الاوضه الكبيره، اوضه النوم واوضه الاطفال كمان. ده وجه اسباني. تمام. والوجه الثاني بس عشان ما ايه. طب وجه اسباني ده بتاعنا اهو استاذ شيماء. ده على الوشين بيتفرش على الوشين. على الوشين برضه. طيب وش هادي ووش ايه اللي هم عايزينه. ماشي تمام. طب ده لون، في الوان ثانيه يا استاذه شيماء؟ طيب تمام يا ابو يوسف. يبقى احنا كده خدنا المفرش الاطفال الكبير والمفرش الاطفال الاطفال واللحاف الكبير واللحاف الاطفال. مية مية. هنخش على الدفايات، حطينا لهم دفايه ثلاثه قطع. دفايه ثلاثه قطع يا جماعه مع العرض كمان. مع العرض. ماشي. يا جماعه ده مش دفايه رخيصه ولا الكلام من ده، انا لو مش هحط الاحسن مش هحط الدفايه دي ب 250 جنيه ثلاث قطع. طبعا حطينا لهم الدفايه نص بطانيه اللي الناس كلها شكرت فيها وهي دفايه محترمه. ايوه جميل. بسم الله ما شاء الله. دي معانا برده يبقى يعني معانا دفايتين. دفايتين كبار. كبار. طيب انا حطيت لهم الدفايه اللي لسه نازله جديده. البولر. الله ده جميله. دفايه اللي هي الاطفال يعني دي لو كانت اتوجدت في عرضه ب 18900 كنت حطيتها. ايوه فعلا. واللي عايزها برضه في عرضه ب 18900 ممكن ياخدها. واللي عايزها في عرض 16700. طب ربنا يوسع عليك يا ابو يوسف. طيب واللي مش عاجبه اللي عاجبه الاسباني ياخدها مع اختيار. طيب كويس. حط لهم الدفايه البولر ست قطع. ماشي يا ابو يوسف، تسلم ايدك، تسلم ايدك. العرض ما شاء الله قيم جدا. حطينا لهم البطانيه ديت. طبعا احنا دايما في عروضنا كنا بنحط ايه؟ القلوب. لان ما فيش افضل من كده. ايوه. طب في مشجر الناس بتيجي تختار براحتها. طيب كويس. طيب حطيت لهم ورق الشجر. تحفه 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 يا ابو يوسف. ورق الشجر اهي. طبعا اي بطانيه بيبقى ليها ثلاث اربع الوان. متدرجه. اه طبعا متدرجه يعني ده لون. دي اللي هتبقى الاطفال، بطانيه الاطفال. هم اتنين مع بعضهم. جميله يا ابو يوسف. تمام. حاجه تشرف والله يا جماعه. احنا كده معانا البطانيه الاطفال. اه البطانيه الجديده بقى اللي انت قلت لي عليها. الله يبارك لي. حلوه جدا. يعني دي نزلت ولسه نازله السنه دي ومنزلينها على الصفحه وان التجار حاطين لهم في العرايس. طيب 100 100. طبعا احنا قلنا في منها الوان كتير. ده اللون ده برده خطير، احنا كنا فاتحين فوق لون، ده لون برده يجنن. ده لون، ده لونه ايه ده يا ابو يوسف ده؟ ده يعني لونه ولا مد على زيتوني. اه زيتوني كده فاتح تحفه. شوفوا الجمال. شوف الله حلوه قوي يا ابو يوسف. رقين طبعا ورقين. ما شاء الله. طبقتين. طبقتين. طبقتين والخمس سنين شمال عامله ازاي؟ يا ابو يوسف جميله ما شاء الله. طبعا دي معانا. طيب بطل. ما نسيناهمش برده في بطانيه الكلاوت اللي هي الموره. ايه بطانيته حلوه، حطيناها هنا ده لون. طب دي في منها الوان ثانيه. طيب تمام. الالوان كلها موجوده يا جماعه. طبعا دي كلها موجوده. ماشي. بطانيه خامه اهي برده حاجه محترمه وطبقتين برده. طيب حلوه جدا. يعني معانا بطانيتين في العرض طبقتين. بطانيتين كبار وبطانيتين اطفال. ما هي الاطفال شنطه فيها اثنين مع بعض. طيب تمام. امال الكبيره بطانيتين مختلفين. ماشي. عن بعض. ماشي يا ابو يوسف، تسلم ايدك. طبعا هنبدا يا عم علي بعد اذنك من الايه لطم السرائر. تمام. تعالى كده هات لي ده في جنب كده يا ابراهيم. بعد اذنك انا هدي لحد يجي يطبق معاك عشان نهد العرض على بعض. حاضر يا حبيبي.
طبعا يا استاذه شيماء، طبعا انا قلت لعماد اعتبر اخواتك اللي هيجهزوا، حضر لي انت العرض المره دي على ذوقك. ما شاء الله جاب لي الفلوت ام ديت وعم حضره، والله ما كسرت له كده. ما شاء الله. طبعا حطيت الطقم ده، بسم الله. الطقم ده طبعا اللي هو بزراير السبعاوي، حاجه محترمه الناس كلها، مقاسات 260 في 240، طقم محترم. ده اولنا، ده واحد. كل الالوان بقى موجوده يا يوسف، حريه الالوان ليهم، 12 لون ليهم بقى زي ما هم عايزين. طبعا حطيت الطقم ده بونبوني تحفه جدا. طبعا ده لون برده من ضمن الالوان. حلو اللون ده يا يوسف، جديد الرصاصي ده. طبعا ده الترتيب الثاني كده. تاني طقم معانا في العرض يا جماعه. ابو يوسف هيبقوا كام طقم؟ طقم كبير، 12 طقم. ما شاء الله 12 طقم. اتفرجي على المفاجات اللي هتقابلني. ما شاء الله 12 طقم كبير يا بنات. قسما بالله، قسما بالله، لسه نازل النهارده، حطيته في العرض. طب تسلم ايدك. يعني ما استنيتش جبت موديل من عندي من الموديلات مثلا، قولي بتاع السنه اللي فاتت. لا جديد، موديل جديد يا بنات. تمام، شوفوا شبه الحاجات التركي بالظبط، كرانيش كده وحاجه محترمه. الله يبارك لك. ده موديل التالت، ده تالت طقم معانا اهو يا جماعه. اوبا، المفاجأة ده تحفه. الله، بسم الله ما شاء الله، ده تحفه فعلا، والالوان جميله. طقم معانا يا استاذه شيماء، تسلم ايدك. ده الرابع. الرابع اهو، ده ما شاء الله كلها حاجات يا ابو يوسف قيمه، حاجات محترمه يا استاذه شيماء. شوفوا يا جماعه الطقم ده، كلها اقطان يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله. ده طبعا كلها، ده السبعاوي. بسم الله، السبعاوي برضه طبعا، فوق ال 300 ولا البيت الخليجي ولا البيت الخليجي يا جماعه، واكسلانس. شايفين الماركات؟ توب تكسس، مصنع محترم وصاحبه فيه حاجه لله. تمام، حلو. الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا جميل يا ابو يوسف، كله منقط كده الطقم ده. كله منقط كده، جميل جدا. والكرانيش كده كده معانا كام طقم؟ 6. الطقم اللي خطفك وقلت لي بسم الله ما شاء الله، الطقم ده حلو. ده مقلم، ده تصميمه كده يا ابو يوسف نفس نص المنظر كده، نص ونص، نص مقلم ونص. ده طبعا مش قلنا بقى احنا في 2021. ده ايه الجمال ده؟ الطقم ده برده معانا، كلها حاجات قيمه يا بنات. طب الطقم ده فوق الرائع، بسم الله ما شاء الله، فوق الرائع. مش هتكلم بقى عشان العروسه تيجي بقى لو كانت عند الشركه تحتار. تحتار فعلا. طب انا هطلع عرض زي ده، انا برضو الراجل عادي يروح يمين وشمال عشان احضر عرض زي ده. تمام، الطقم عامل ازاي؟ هتقلب بعد ما فيديو العرض بتاعك بينزل، بتقلب اليوتيوب كله عروض يا ابو يوسف. عشان هو حقيقي. ايوه حقيقي. انا بحترم عقليه الناس يا استاذ شيماء. ايوه فعلا. الناس النهارده اللي بيتفرج او بيروح لابو يوسف محترم ليه؟ مش لا، الراجل فاهم. بيجي لنا دكاتره، بيجي لنا مهندسين، بيجي لنا ناس من اهلنا على الفطره، بيجي لنا ناس، لا كل واحد ليه، بيجي لنا ناس اصلا تجار. أيوة. يعني اللي بيدور في دماغه بيوسف بيدور في دماغه. ايوه صح. التاجر ده ما بيرميش فلوسه. لا، عارف هو بيجيب الحته منين، والناس عارفه بتاخد ايه بسعر ايه. مش هنضحك على الناس، نحط طقم مثلا رخيصه عشان نكسب في العرض. لا يا جماعه، مش مجرد عرض وخلاص. لا يا جماعه، مش مجرد عرض، احنا فعلا قيمه العرض بتبقى اقل من قيمته الحقيقيه زي ما انتم شايفين كده. في الطقم ده يا استاذ شيماء، الطقم ده محترم 280. ايدك، احنا ناخد الحاجه منك، احنا مغمضين برضو. والله ابو يوسف احنا مغمضين. تمام، حطينا طقم من قلنا اللطقم بتاعنا ديجي. ده اللي بره اللي احنا شفناه. الله يبارك لك. طبعا حوالي 36 لون. تمام، حطينا طقم ده خامات عمريه. خلاص ايه اللي النهارده خامات عمريه؟ عمريه اصليه. الناس مفكره، الناس اللي هنا كان من رشيد النهارده. تمام، كانت بتقول لي هو ده الناس بتخوفنا يا بوسف الكلام ده مش، قلت لها طب تعالي شوف. لا يا جماعه، تيجي تشوف لو لقيت غير الحقيقه قولي سلام عليكم، انتوا ناس مش 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 لا مزبوطة. يا جماعه والله على ضمان، قسما بالله بعتت لي بعدها اربع عرايس ما شاء الله، يعني فهمني ازاي؟ ايوه الحاجه في وشها، وهي تخش وتكتب في التعليقات النهارده كده اللي كانوا عندنا النهارده من رشيد، حطيت لهم طقم سرير بكوفر. الله يبارك لك. انا مبهوره بيه، ده جميل. تمام كده، يبقى احنا كده خدنا اللطقم السرير الكبيره. بسم الله، ده يعني حاجات بكوفرتات كمان. طبعا اطقم معاه كوفرتات وخامات عمريه وحاجات كلها كويسه. واحد، بسم الله، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 طقم السرير الكبير. تمام، طبعا دخلنا على الاطفال. جبنا لهم الطقم ده بونبوني كده اطفال، حاجات محترمه قوي. هيبقى كام طقم يا ابو يوسف في اطفال؟ في الاطفال بسم الله 1 2 3 4 5 6 6 اطقم اطفال، 6 في 2 12 طقم، 12 طقم، 14 14 6 في 2 ب 12. تمام، شوفوا يا جماعه الحاجات برده الجديده اهي يا جماعه، برده نفس الحاجات السنه الجديده، الحاجات اللي هي البارزه اللي هي معاها البلابل الجميله قوي ده. طبعا حطينا طقم زي ده كده بتاع مصانعنا برده. تمام، تاني طقم معانا اهو يا جماعه اطفال، حطينا طقم ايتامين كنفه اطفال. تمام، حطينا طقم، المصنع ده محترم وبيخدم حتته، حطينا الطقم الاطفال ده.
ده استاذه شيماء، ده فلت قطيفه، حاجه الطقم كله داخل فيه قطيفه، شغل شباب، الطقم كله كده منقط كده، طقم منقط، والدبدوب الكبير ده على على نفس المنظر كده، طحفة. على نفس الخدوديه، المخده منقطه نفس الملايه. حلو قوي يا بوس. الطقم عامل ازاي؟ حلو جدا. وحطينا طقم بتاعنا الجديد، الرسومات الجديده للاطفال. ماشي، يبقى دي كده معانا 6 اطفال، 6 طقم اطفال و12 كبير، بطانيتين كبار، بطانيتين اطفال، مفرش قطيفه كبير ومفرش قطيفه اطفال، دفايتين ودفايه اطفال فيها 2 بالمخدات بالخدديات. ماشي، دي كده استاذ علي الاطفال، ولا الحفل حاف اطفال والحاف كبير. طبعا حطينا كوفرته كبيره تتفرش على الوشين. انت مش مخلي العروسه نفسها في حاجه يا ابو يوسف؟ طيب كل الكوفرته دي يا ابو يوسف معاها مجاري 6 قطع، 6 قطع ده لونها حلو قوي دي. طبعا ده لون من ضمن الالوان، ده لون تمام بتتفرش على الوشين، على الوشين اه، وده لون تاني، ومعاها الملايات والمخدات بتاعها استاذه شيماء، ملايتها كمان، معاها طقم سرير كمان اهو، معاها طقم سرير، يعني كوفيرتا وطقم سرير. طيب ما شاء الله، تمام، حلو قوي يا بنات، دي 6 قطع. 6 قطع. طب قال لي كده يا استاذ علي، طب حلوه دي يا ابو يوسف، وجبت لهم اطفال ومعاها ملايات بتاعها. طيب حلو، قال لها ده يعني كده زودنا في طقم الملايات كمان اهو، زودنا يعني بدل مثلا دي مش يعني المفروض كوفيرتا معرفه 6 قطع، كوفرتتين باتنين وخدها باتنين مخدات، دي 8 قطع، 8 بالملايات، اه كل كوفرته معاها الملايات، والاطفال بتتفرش على الوشين برضه، على الوشين ما ده لون وده لون. طيب ماشي تمام، تمام كده 100 100 كده. بقى ندخل على الفوط، نخش لهم بقى على الفوط. ده ايه العلب الكبيره دي يا ابويا؟ دي ايه دي؟ دي مفرش الصوف، اه كمان بتاع الدخن وانا هنساهم. مش ناسي يا ابويا، مش ناسيهم ما شاء الله. تمام، هنخش بقى على الفوط. طبعا مفيش عروسه تخش من غير فوطه السروجي. طبعا جبت لهم فوطه السروجي، افضل افخم انواع الفوط يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، الفوط عامل ازاي؟ سكر طبعا، مش هنفتح ده علبه السروجي الجديده دي يا ابو بسم الله. اه طبعا، العلبه اللي هي الاستثماري، ودي برضو سيمنتكس، فوطه محترمه قوي. ماشي تمام، حلوه قوي، كوتو لاند، كل دي فوط يا بوسك ما شاء الله. بسم الله، العروسه هتعند بنتها بعد كده. لا بس هو تستخدم زي ما احنا ذكرنا 5 فوط، نقول اه بس الحاجه بقى تشرفك، يا تشرف العرايس وانتوا داخلين كده معاكم حاجاتكم كتير اهي. بانوتكس، بانوتكس الفوطه ديت افتحي ليها يا استاذ علي كده، فوطه خمس ده لون، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. دي ما بتنزل الماء استاذه شيماء، بتزيد، ايوه صح، لانها اوب تمام. دي الواناتها في الكافيه، في الفوطه ديت فوطه الحرم اللي مصنوعين عنها، دي نص بشكير ثلاثه مع بعض قيمه دي برضه طبعا ريوز. بسم الله ما شاء الله، طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني اللهم صل على النبي. شوفوا مقاسها قد ايه يا بنات، بسم الله ما شاء الله، شوفوا كده، شوفوا شوفوا، انا قعدت بس ايه على لطقم السراير عشان افرجكم براحتي ما شاء الله. في الفوطه ديت كم بكم فوط؟ ده كتير قوي يا ابو يوسف، بسم الله ما شاء الله، هنعدهم مع بعض دلوقتي. صل على النبي، جبنا لهم البن ده التركي ده؟ لا هو مصري، مصري إيه بس اه، بس في منه بالظبط بيعون انه تركي، تركي ايوه، انا كنت ساله عليه مره، كنت بيقولوا عليه تركي. الله يبارك لك. شوفوا يا جماعه كمان البرنوسه، الشوبيره دي استاذه شيماء مستورده، صاحب المصنع ده محترم قوي 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 والله بامانه، يعني بصراحه يعني متهيألي يا ابو يوسف الواحد من اضافات للشركه عندنا شغل اللي هو الفيروزه، متهيألي العرض ده بيسهل على ام العروسه والعروسه كتير جدا. بسم الله ما شاء الله، يعني بص كل حاجه موجوده في العرض يا بنات، حتى فوط الحمام وفوط المطبخ، فوط الاطفال، فوط الكبيره، البشاكير، ده دي ايه يا ابو يوسف؟ دي مريالة، دي مريالة المطبخ كمان في العرض كمان يا ابو يوسف ما شاء الله، مريالة مطبخ. بص يا بنات حاجات تشرف، فوط المطبخ اهيت، بشكير كبير، المفارش السوفت بقى لسه، فوط تواليت، بانوتكس، حاجات محترمه قوي ما شاء الله يا ابو يوسف. تمام، زائد بقى جبنا لهم مفارش السوفت، الله ده لون حلو قوي ده الاطفال. بصوا كل المفروشات اللي انتم ممكن تحتاجوها موجوده في العرض، زي كل عروض ابو يوسف، بس العرض ده عالمي يا ابو يوسف. بسم الله ما شاء الله، 15 كام؟ 300؟ 15 350، 15 350 يا بنات، كل الحاجات اللي انتم شفتوها دي، البشاكير، بشكير الفوت كبير، فوط اطفال، فوط كبيره، البرنس، ايوه يا ابو يوسف، المفرش بتاع الدخله اللي هو السوفت الحديث، وده ادان اللي هي مريالة اللي قلنا عليها، مريالة المطبخ. شوفوا المفرش السوفت ده، شوفوا الرقه، قولوا لي كده بقى ناقصكم ايه تاني؟ ناقصكم ايه؟ العرض شحن على راسي من فوق، مش هنقول عايزه تختار الوانات وعلى راسي من فوق،
عايز اتغير حاجة مكان حاجة برضه على راسي. تمام. عايز عرض من العروض اللي احنا ذكرناها برضه. موجود يا جماعة مشكلة. عروض اقل وعروض اكتر لو انتوا عايزين. طبعا مع الناس لحد ما الازمة دي تنتهي وربنا يشيل الغمة عننا وعن المسلمين يا رب وعن العالم. اللهم امين. تمام. فطبعا اللي نورنا في الشركة عراسي من فوق اللي كتجار كعرايس احنا في خدمتهم احنا تحت امرهم. الله يخليك يا ابو يوسف. ويسلمنا في الاول وفي الاخر رضا ربنا سبحانه وتعالى ثم رضا الناس يعني. ونشكر حضرتك استاذه شيماء والله بجد يعني. كفايه المجهود اللي انت بتقدمه لنا ده يا ابو يوسف، وما شاء الله كل مره بتبهرنا بمنتجات جديده وتوسع. ربنا يوسع عليك وتفتح في جميع المحافظات كده ان شاء الله. احنا مش هنقول احنا بنخسر، لا احنا الحمد لله ربنا بيرضينا. والتجار تعرف الكلام ده، مع الكميه ربنا في الاخر بيرضينا. زائد المصانع اللي معانا احنا بنعرف ناخد منهم سعر عشان نوفره للناس. ايوه صح. تمام. ماشي. ومكملين اهوت ومع الناس. هنعد بقى العرض على الطبيعه. ماشي يا ابو يوسف. بسم الله. ده المبرنس واحد، المفرش السوفت 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 36 37 38 39 40 41 42 43 43 في الاستاذ عماد كان بيقول 44 قطعة. 43 44 هو 44 قطعة. 44 يبقى انت عديت واحدة بقى في النص يا ابو يوسف. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 44 قطعه زائد سجاده الصلاه. زائد سجاده الصلاه. هديه برده زي العرض اللي فات. ماشي يا ابو يوسف ربنا يوسع. معانا بقى ان شاء الله. تمام. يعني في العرض 18 900 وفي العرض 16 700 15 350 و 15 350. ماشي يا ابو يوسف. تمام كده. السجاله دي معانا. تسلم يا ابو يوسف. تسلم ايدك. وعروضك ما شاء الله عروض فعلا حقيقيه، خامات عاليه. يعني ربنا يوسع عليك وتقدم لنا دايما الحاجات الحلوه دي. ربنا يخليك يا استاذه شيماء وما نتحرمش منك، ودايما يا رب في تقدم ونكمل المليونيه مع بعض. عايز اقول لك ان انت سرقت مني حب الناس برضو. الناس بتقعد في التعليقات بقى ليك ايه، انا بقيت اغير منك. لا يا استاذه شيماء. ويدعوا لك ما شاء الله، بس انت تستاهل كل خير يا ابو يوسف. وربنا يوسع عليك كده وتقدم لنا دايما الحاجات الحلوه احنا دي. احنا بنشكرك يا استاذه شيماء ان انت عرفتنا فعلا اليوتيوب ده. يا جماعه عرفنا ناس، والله احنا بنتشرف بمعرفته قسما بالله. الناس أيوة ديت فعلا. الناس دي كانت عن بالنا فين، انت السبب. الناس دي فعلا لما جت لنا وتعاملت معانا، الناس دي على يعني تشال على الرأس. أيوة. وغنى ناس وفعلا ضيفناهم عندنا في البلد هناك عند الحاج وكلام من ده. وعلى راسنا اهلنا في الصعيد اللي في جميع المحافظات عشان ما انساش حد، لان فعلا انا بتشرف بيهم لانهم ناس يعني اقل حاجه احنا يعني بنقدر نعمل لهم اللي هو في مجالنا يعني. بس ربنا يوسع عليك يا رب. طبعا عالم من انا عايز يقول كلمه لاهله في انا وكلام من ده. اشكر اولا انا بقول للناس كلها كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. بخصوص السنه الجديده يا رب كده، وربنا يجعلها خير علينا يا رب. وبشكر الناس كلها اللي هم اهلنا اللي في الصعيد. مش عايز انسى اي محافظه، من اول اسوان والاقصر وجنة وسوهاج اللي هي بلدي، واسيوط والمنيا وبني سويف. واخيرا بقول شكرا لكل الناس اللي شرفتنا في شركه صدار، واحنا مستمرين معاكم في كل حاجه والله. باذن الله. وتشرفونا في اي وقت باذن الله. مالكش بركه بقى اما الناس يجوا ان شاء الله. ان شاء الله. بالذات قرايبكم بقى من السعيد. ماشي يا ابو يوسف. كل اللي يجي عرسنا من فوق. الله يخليك يا ابو يوسف. الله يخليك. طبعا ده مجيتهم على الراس يعني، كل خطوه بيمشوا على راسنا من فوق. وانا رب ربنا عليك ويبارك لك في اولادك ويجعل اللي بتعمله ده في ميزان حسناتك يا رب. حضرتك يا رب. وربنا يا رب يديم المعروف. وانا صاحب مصنع الهنا اهوت. ازيك يا استاذ هاني؟ جايب لنا ايه الحاجات الحلوه دي؟ ده صاحب مصنع الهنا. مصنع الله يخليك يا استاذ هاني. تسلم ايد. تسلم ايد. ده المصنع بتاع حضرتك؟ الحمد لله. ده الحاف؟ الحاف. جميل حلو. ده بيبقى على الوشين برضه؟ كل حاجه. ماشي يا استاذ هاني جميل. هو ده اللي احنا حاطينهم في العرض. ده في العرض برضه؟ ماشي جميل يا استاذ هاني. تسلم ايد. ماشي يا ابو يوسف. خلاص ننهي كده بقى. ارقام التليفونات طبعا يا جماعه هتظهر دلوقتي جنب ابو يوسف على الشاشه، وانا سبتها برضه والفيديو شغال عشان لو حبيت تتواصلوا مع ابو يوسف. العروض دي بتطلع شحن لاي مكان، حابين تيجوا بنفسكم تختاروا عشان لو عايزين تغيروا حاجه او تبدلوا حاجه براحتكم. بس العرض والله كله هيجي لكم.
بعد ما يجيلكوا كمان ترجعوا في التعليقات زي ما انتوا معوديننا تقولوا رايكم ايه، لان بجد بجد الحاجه تستاهل. طبعا يا استاذه شيماء انا نبهت عن الناس اللي هي بتنورنا في الشركه، انا مش عايز الناس تتكاسل عن الاتصال. ماشي. الناس اللي هي جايه بتتابع معانا على التليفونات احنا بنروح نجيبهم ما بنقصرش مع حد. ماشي. عشان ما يروحوش اماكن تانية ويقولوا هو جاي شايف ابو يوسف، فهو جاي قصد ابو يوسف، فما يروحش مساره لحاجه تانية نضحك عليه يقول لك ده المحله كلهم ناس مش اسعارهم غاليه. لا لا لا، يبقى انت جاي لهدف معين، تابع بالتليفون، يطلع حد من الشركه على الرقم اللي انت بتكلمنا عليه يجيب حضرتك. طبعا اللي بيطلب مني اللوكيشن ببعته له، طب بحيث ان انت توصل بطريقه سهله، يعني عشان الناس عندنا زي ما انا ذكرت بره بيشدوا الناس برخامه. ما تروحوش يعني مع اي حد، ممكن يودوكم مكان تاني ويقول لكم ده شركه سيدار. لا، انتوا لازم تيجوا بنفسكم، والعنوان سهل جدا، قولوا يا ابو يوسف كده. المحله الكبرى طبعا معروف، لان في ناس كلمتنا بتقول لك شارع الساغه دي في القاهره. تمام. لا، احنا في المحله الكبرى يا جماعه، محافظه الغربيه. شارع الساغه بجوارنا محل الذهب. تمام. طبعا لو الرقم معاك، لو انت فين حته هنعرف نوصلك ان شاء الله. المحله الكبرى اخر شارع الساغه شمال، امام الشارع، امام جزاره الحلو. وانا هطلع دلوقتي. الرقم موجود الرقم. من غير بس يعني احنا نقدر نوصله، من شغلنا مش هنزهق منه. ماشي. اتصلوا برده على الرقم اللي ظاهر على الشاشه جنب ابو يوسف ده، وقولوا له برده يوصف لكم العنوان لما تيجوا المحل على طول، يبعت لكم اي حد من انتوا واقفين في مكانكم ياخدكم. وتتاكدوا انكم رايحين شركه سيدار، ولازم تشوفوا ابو يوسف بيبقى موجود في الشركه، محدش يقول لكم ابو يوسف في مشوار والكلام اللي احنا بنسمعه ده كله. من لازم تيجوا من الصبح لتسع مساء. ماشي يا جماعه. وانا هصور لكم دلوقتي العنوان برده من على رصيد الشارع عشان تعرفوا بالظبط العنوان فين، وتيجوا تشرفونا في شركه سيدار ان شاء الله. ماشي يا ابو يوسف، بشكر حضرتك جدا، وكل سنه وحضرتك طيب، وسنه سعيده عليك وعلى اسرتك. اللهم امين يا رب. الله يخليك يا ابو يوسف. والسلام عليكم. وعليكم السلام. ماشي يا جماعه، يا رب الفيديو يكون عجبكم. دايما شركه سيدار معودنا كده على افضل الخامات والعروض اللي دايما بتكسر الدنيا، العروض الحقيقيه اللي فعلا قيمتها يعني اكتر من الحاجات اللي يعني مثلا احنا قلنا العرض ب 15,350، فعلا العرض قيمته اكتر من كده، بس دي طبعا مبادره من ابو يوسف تضامنا مع الظروف اللي احنا فيها عشان نقف جنب الناس ونقدر نساعد العرايس برده في الظروف اللي احنا فيها. وما تنسوش بقى اهم حاجه دعمكم باللايك، توصلوا الفيديو ده يعني لايكات كتير، لان لما انتوا بتعملوا لايكات كتير بيوصل لناس كتير تفيدوهم بالحاجات الحلوه دي ان شاء الله. ويلا بقى تعالوا اقول لكم العنوان فين بالظبط في المحله الكبرى، ونشكر ابو يوسف تاني وتالت. شكرا يا ابو يوسف على الحاجات الحلوه دي. الله يخليك يا ابو يوسف. يلا بينا تعالوا بقى نقول شوفوا العنوان فين في المحله الكبرى. شوفوا كده يا جماعه، هقول لكم عنوان شركه سيدار فين بالظبط. انا واقفه دلوقتي في المحله الكبرى في شارع الساغه، اخر شارع الساغه في المحله الكبرى. شارع الساغه يا جماعه في جنزيرين، جنزير حديد قافل اول الشارع، وجنزير حديد قافل اخر الشارع. اهو يا جماعه ده الجنزير اللي قافل اخر الشارع، هتوصلوا لحد عنده وخشوا بقى شمال الجنزير كده على طول، هتلاقوا على ايدكم الشمال كده محل ذهب اسمه هاني شاكر، وانتوا داخلين الشارع بصوا يا جماعه اهو ده شارع الساغه في المحله الكبرى، قريب جدا من محطه القطر، ويا ريت تيجوا بنفسكم ما تروحوش مع اي حد، العنوان سهل جدا. بصوا كده انا واقفه زي ما قلت لكم في اخر شارع الساغه في المحله الكبرى، هندخل مع بعض شمال كده على طول، سهل جدا الطريق، وبرده ارقام التليفونات ظهرت على الشاشه دلوقتي تتواصلوا معاهم، ممكن يبعتوا لكم اي حد ياخدكم من اي مكان عشان محدش ياخدكم يوديكم مكان تاني. هتلاقوا كده جزار اسمه الحلو اول ما تدخلوا شمال، ومقله الحنفي قدامكم اهي بس قافله. الشارع بقى ده على طول اللي امام جزاره الحلو، هو موجود هناك اهي يا جماعه شركه سيدار اللي منورين هناك دول. ماشي يا جماعه، وموجود برده كده بصوا على شمالي كده وانا واقفه في اخر شارع الساغه، عطار اسمه حزه، ده موجود في اخر شارع الساغه في المحله الكبرى، عطاره حزه او السردي للحلويات. انا واقفه بقى في الشارع اللي قدامهم ده على طول زي ما انتم شفتوا كده، في ظهري اهو جزاره الحلو، جزار الحلو يا جماعه. الشارع اللي قدامه ده بقى هو اللي موجود فيه شركه سيدار. لو انتوا جايين يعني بميكروباص من اي مكان هتنزلوا موقف المحله، تركبوا من موقف المحله ميكروباص تاني هينزلكم برضو على ناصيه شارع الساغه من بره يا جماعه، في شارع البحر. يا دوب تعدوا الطريق هتلاقوا كده مطعم بتاع سندوتشات فول وطعميه اسمه البغل، ادخلوا بقى شارع الساغه زي ما قلت لكم توصلوا هنا برضو. ولو من محطة القطر زي ما قلت لكم محطة القطر قريبة جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، والعروض اللي قدمناها تكون عجبتكم، وتيجوا ان شاء الله تستفادوا منها، وربنا يفرح كل الناس بولادهم، وتجهزوا بناتكم احسن جهاز يا رب. وكنت معكم شيماء سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش بقى اللايكات.